كده تفاصيل، بس اذا دي لو اتش او اتش ده الريبوز العادي، ده الريبوز الايه؟ العادي. لو انت شلت او وبقت اتش بس، ده مش الريبوز العادي، ده مين ده؟ 2 جوز ريبوز بتاع الار ان ايه ولا دي ان ايه؟ دي ان ايه. فين بقيه النيوكليوسايد بالاس؟ كربون نمبر 1، كربون نمبر 1 هتبقى شايله حاجه اسمها نيتروجينس بيس، اللي هي حلقه فيها شكل معين، فيها كربون ونيتروجين، فيها كربون وايه؟ عشان كده اسمها نيتروجينس بيس، كربون ونيتروجين. في تو فاميليز، كل فاميلي ليها شكل. قلنا المره اللي فات الكلام ده عيله ايه وعيله ايه؟ وال ايه الشكل بتاع البيورين؟ ايه الشكل بتاع البيرميدين؟ انا قلتلكم ما تحفظوش الاشكال دلوقتي، انتوا هتذاكروهم بل هتركبوهم اتوم اتوم جنب بعض في الشابتر اسمه نيكلوتايد ميتابوليزم. ولما هتركبوهم يبقى هتحفظوهم طبيعي يعني، بس انا حاسب بس الهدف. وكهرباء مالها؟ المصح فيك والوصل والشاحن وفصل الدنيا كلها. اول شده والله عشان اللي شده بيقول لك مصر شد السلك، راح خلع السلك من اول اللوحه اللي تحت في اول الشارع. هي الفكره كده بقى، هي الفكره كده. انت جامد قوي كده. في واحد كهربائي شغال هناك ماسك الفيشه، لقى نفسه دخل جوه. البيورينز اللي هما ادينين وجوانين في اختلافات بسيطه ما بينهم. البايرميدينز اللي هما السي والتي واليو برضه اختلافات ايه؟ اصل احنا اتعلمنا المره اللي فاتت ازاي ننطق النيتروجينس بيز لوحدها بالشوجر اللي هو نيكوسايد، ونسيت اقول لو زودت الفوسفيت على كربون نمره 5 اصبح ده مين ده؟ نيكوسايد بالتي، اصبح نيكوتايد بالتي لما زود فوسفيت على كربون نمره 5. انا هدفي بس ابين حاجه، شكل البيورين ايه والبيرميدين. البيرميدين اهي في مبادئ اللي بنحفظها، بس السكيل اللي عارفين بقى السكيلتون بتاعي مركب مش اتش اتومز ولا او، كربون اند نيتروجين. يعني مش مبين ولا اتش ولا او، مع ان هم موجودين طبعا، في اتش اتومز وفي او كل حاجه، بس انا مبين السكيلتون سي يعني كربون، N C N C C كربون ونيتروجين. والبايرميدين دي البيورين ده شكلها اكبر شويه. عايز بس افهمكم ان بين ده وده فروقات بسيطه. يعني ازاي؟ لو ركبت هنا NH2 امينو هو ده الادينين، هو ده مين؟ الادينين. لكن لو ركبت الامينو في مكان تاني اللي هو ده، هو ده هيبقى مين بقى؟ جوانين. يعني واضح انها فروقات بسيطه، فروقات ايه؟ بسيطه. طب البايرميدينز السي والتي واليو، لو حطيت هنا دبل بوند او دبل بوند او ده يبقى اسمه يورا يوراسيل. لو زودت حاجه واحده بس سي اتش 3 هنا ده ما بقاش يو، ده بقى تي، يعني فروقات بسيطه. هطلعها فوق عشان الكهرباء شغاله. لا مش لسه مش هينفع فوق. بس الصوت فيه مشكلة ولا انتوا رايحين؟ كمل يعني. فواضح انها فروقات بسيطة. كده يوراسيل ازوده سي 3 يبقى تي. واضح انها فعلا فروقات بسيطة ما بينهم. انا مش هحفظ دول دلوقتي، بس على فكره باي ذا واي يعني لو زودت هنا NH2 هو ده السيتوزين، هو ده ايه؟ واضح انها فروقات بسيطه. عايز بقى بس حاجه بعد كده ان شاء الله لما نحفظ شكل الرينج هنرقم الاتومز 1 2 3 4 عادي، يعني في مشكله انا اقول 1 2 3 4؟ هم بقى حبوا يفرقوا بين ارقام الاتومز بتاعت النيتروجينس بيس وارقام الاتومز بتاعت الشوجر، عايزين يفرقوا فيعرفوا الرقم ده. انت بتشاور لما تقول رقم فلان
بتشاور على الاتومز على النيتروجينال سبيس ولا على الشوجر؟ التفرقه ببساطه ارقام النيتروجينال سبيس ارقام عاديه 1 2 3 4، لكن الشوجر بقى الواحد عليها شرطه والاثنين عليها شرطه والثلاثه، لما الاقي الشرطه اعرف بتشاور على مين؟ على السكر ابو خمس كربونات، لكن الرقم من غير شرطه يا بتشاور على النيتروجينس بيس، والشرطه ما اسمهاش شرطه اسمها برايم 1 برايم 2 برايم 3 برايم 4 برايم اخر واحده اسمها ايه بقى؟ 5 برايم. يبقى ايه هو النيكلوتايد؟ نيكلوسايد زائد فوسفيت. طب ايه هو النيكلوسايد؟ بنتوز خمس كربونات يا اما يا اما رايبوز او 2 ديوكس لا ناقص حته 2 برايم ديوكسي رايبوز مش 2 برايم مش ده الشوجر 2 برايم ديوكسي رايبوز اثنين من غير او والشوجر شايل عند كارب نمبر 1 برايم نيتروجينس بيس يا اما يا اما بيورين او بايريميدين وبعد كده هنشوف الاشكال دي ليتر اون بس مين البيورينز؟ مين البايريميدين؟ السي او تي والليمون اعرفوا لما تتكلموا بعد كده هتديني على اعداد وانواع وترتيب النيكلوتايدز فلازم ابقى فاهم الشيء المميز للنيكلوتايد لما اتكلم بعد كده كاني بتكلم على بروتين ستراكشر برايمري ستراكشر مش في حاجه اسمها بروتين اسمها برايمري ستراكشر اعداد وانواع وترتيب الامينو اسيد هنا برضه هيبقى اعداد وانواع وترتيب النيكلوتايدز ايه الشيء المميز للنيكلوتايد كلهم فيهم بنتوز خمس كربونات زي بعض في الار ان ايه كله ريبوز زي بعض ده مش مميز وفي الدي ان ايه كلهم 2 ديوكسي ريبوز زي بعض مش مميز كلهم فيه فوسفيت في كربون نمره 5 زي بعض امال ايه الشيء المميز لكل النيكلوتايد نوع النيتروجينس بيس انت بيورين ولا بايرين ليها شكل دي لها شكل انت ايه ولا جي دي برضه بينهم فروقات بسيطه انت سي ولا تي ولا يو يبقى ايش يا واحده الشيء المميز لاي نيكلوتايد نوع النيتروجينس ايه بيس دي اللي هتديني يعني لما اتكلم عن اعداد وانواع وترتيب بتاع النيكلوتايد هتساوي اعداد وانواع وترتيب الايه البيس كلهم فيهم شوجر زي بعض فوسفيت زي بعض ده الشيء المميز وظهر سؤال مع اني ما قلتش حاجه ايه السؤال نيكلوسايد يعني من غير فوسفيت يا استاذه يعني جواه الاثنين دول نيكلوسايد اهو يبقى جواه الشوجر زي النيتروجينس بيس مالهم بقى اسم الرابطه سالي على الرابطه ممكن اسمعها طيب نعم انا مش هحفظ الكلام اللي قلته ما تحفظوش دول دلوقتي بس بص تبقوا عارفين الريبوس باي فوسفيت هيبقى هنا انت كده هتلاقيني اقول اسم الرابطه فعلا ده هي بالمره انا سالت السؤال ده الرابطه دي ثانيه واحده وادي هتبقى راكب هنا ريبوس 5 فوسفيت انا في جميع الاحوال واضح ان انت الريبوز او الديوكسي ريبوز السكر ابو خمس كربونات هيبقى راكب على النيتروجين هيبقى راكب على مش مهتم دلوقتي اعرف نيتروجين نمره كام دي هتبقى نمره واحد ودي مش واحد دي واحده تسعه مش معنى تسعه مش موضوعي مش انا قلت احفظ الاشكال والارقام دي في وقت معين اسمه ايه؟ نيكلوتايد ميتابوليزم اوصل لنفس المعلومات اللي عايز اوصل لها باصعب الطرق واسوأها ولا اسهل الطرق؟ في طريقتين للوصول لنفس المعلومه اصعب الطرق احفظ 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 طب ما انت هتركبه بعد كده واحده واحده وهتفهم ليه دي مش نمره واحد ليه نمره تسعه وتفهمها وانت بتركبها طب تحفظها دلوقتي ليه؟ عشان انت بتحب المحفوظات لكن دلوقتي بقى تعرف اسم الرابطه دي ممكن تفهم ادام الشوجر راكب على النيتروجين ادام الشوجر راكب على النيتروجين يا ما حدش يزعل لو سميت الرابطه بين الشوجر والنيتروجينس بيس هسميها ان لانك راكب على النيتروجين راكب على النيتروجين وده شوجر كربوهيدرات فاذا احنا لسه ما خدناش شويه كيمستري الحقيقه في سنه ثانيه بس فعلا ده اسمه كربوهيدرات فالرابطه اسمها ان عشان انت راكب على ان راكب على ان جلايكو يعني كربوهيدرات كلمه جلايكو يعني ايه كربوهيدرات جلايكوسيليك بوند يبقى مره ثانيه ايه اسم الرابطه بين الشوجر والنيتروجينس بيس ان جلايكوسيليك ليه ان الشوجر راكب على النيتروجين دايما يبقى اسمها ان جلايكوسيليك يعني ايه جلايكو هو ده اللي اسمه كربوهيدرات ده اللي اسمه ايه كربوهيدرات دي رابطه تساهميه بين الشوجر والنيتروجينس بيس اسمها مره ثانيه
ايه النيكروتيب؟ والله انا كمان كده بتكلم، انا بكمل اللي انا بقوله. ايه الشيء المميز في اي نيكروتايب؟ شكل النيتروجينس بيز، هي بيورين ولا بايريميدين؟ ولو هي بيورين هي ادينين ولا جوانين؟ ولو بايريميدين لو هي سي ولا تي ولا يو؟ الترتيب بتاعهم والاعداد بتاعتهم بتمثل الشفره الوراثيه اللي خاصه بيه. مش انتوا خدتوا في العربي عندنا في الكليه ان احنا مختلفين بس الجزء ضئيل من انواع وعدد تفسير النيكروتايد دول عن طريق البيز، يعني اقل من 1% 1/10% من السيكونس، 1/10%. بس الفروقات دي في مصر الشخصيه بتاعتك الخاصه بيك اللي ادتك الشكل ده والصفات بتاعتك ديت، الفروقات دي هي اللي خلت جينات تطلع بروتينات لها اشكال معينه خاصه بيك مختلفه شويه عن بروتينات زميلك، تديك الشكل والخاص والصفات ديت. يعني اختلافات في ايه بقى؟ اعداد وانواع وترتيب ايه النيكوتايد. والشيء المميز في النيكوتايد النيتروجينس بيز، كلهم فيهم فوسفات زي بعض، مفيش فوسفات حمراء وزرقاء، رمز الفوسفات واحد، كلهم فيهم بنتوز خمس كرات زي بعض، بس في الار ان ايه اسمه رايبوز وفي الدي ان ايه اسمه 2 ديوكسي رايبوز، كلهم زي بعض. ايه الشيء المميز المتغير اللي فيه منه انواع النيتروجينس بيز؟ والمره اسالكم كده انتوا بتكتبوا الدي ان ايه بتاعكم اللي هو الشفره الوراثيه بكام لتر؟ ملخبطين ما بين حاجتين. انا اسال على الدي ان ايه، هو قال في ثانوي ان بعد ما يقرا الدي ان ايه ويعمل رساله متحركه اسمها ماسنجر ار ان ايه ويسحب الرساله بره النواه اصلا، يعني ما بقتش معلومات وراثيه مخزنه، بقت رساله ناوي يترجمها في السيتوبلازم رساله، فترجمه يعني مالهاش دعوه بالمعلومه اللي كانت مخزنه، دي ترجمه. كل ثلاثه نيكروتايد في الار ان اي ده بيترجموا 1 امينو اسيد، كل ثلاثه نيكروتايد يملوا 1 امينو اسيد. انا مش دعوه الكلام ده، انا بسال على الليترز المكتوبه على الدي ان اي. انت كتبت الدي ان اي قبل ما تطلع منه اي رسائل، اي قبل ما تطلع ماسنجر ار ان اي، ولا تقراها ولا تقول لي ثلاثه نيكروتايد يساوي 1 امينو اسيد زي ما هيجد بعد كده. انا بسال الدي ان اي نفسه انت كاتبه بكام لتر؟ وايش المميز في النيكوتايد؟ البيز اربعه، بتقول لك اربعه ومستغربه جدا من السكوت اللي انتوا فيه والطريقه الرهيبه دي، بتقول لك اربعه وهي مستغربه جدا. اربعه لترز اسمهم ايه؟ واسمهم جي واسمهم سي واسمهم تي. الرساله بقى بدل تي يبقى ده حاجه ثانيه، لكن الهارد كوبي اللي متخزن جوه الميموري بتاعه الكمبيوتر بتاع اللي موجود جوه النيوكليوس، الاستراند اللي اسمه تي ان ايه مكتوب بكام لتر؟ اربعه. ما هو ده الاعداد وانواع الترتيب بتاع الاي والجي والسي والاي والتي، مش كده برضه؟ ماليش دعوه بقى، انت بعد كده بتقرا تي ان ايه اللي هو ثابت جوه النواه وبتطلع رساله متحركه وبتترجمها بطريقه معينه بعد كده في النيوكليوس، دي حاجه ثانيه. لكن الرساله نفسها ماليش دعوه بالرساله، ماليش دعوه بالمعلومه الوراثيه الثابته على تي ان ايه مكتوبه بكام حرف؟ اربعه. اسمهم ايه بقى؟ ادينين جوانين سايتوزين تايمين. خلاص الرابع ده بتاع الايه؟ طب الخامس ده بتاع ايه؟ ار ان ايه، اي جي سي تي، مش كده؟ واضح الكلام ده؟ اوعى حد يقول لي كاتب شفرتي الوراثيه بعد كده تاني بثلاثه، ترجمه الماسنجر ار ان ايه ده موضوع اخر مختلف بعد كده ان شاء الله. التليفون بقى اللي خرج لها الكهرباء. لا مش الصراحه. عايز تعرف ايه بعد كده؟ احنا نكمل بس، كان في كلام ناقص في النيكوتايد. انا قلت اسم الرابطه، اسم الرابطه بين الشوجر والنيتروجين اسمها ايه بقى؟ ان جلايكوسيديك بوند. في شكلين من ان جلايكوسيديك بوند عايز اعرفه. ممكن النيتروجينس بيس تبقى باصه كده. هل في فرق بين الشكل ده والشكل الاخر ده؟ لا، هم حاجه واحده. السكر ابو خمس كربونات اكيد ده زيه بالظبط. النيتروجينس بيز هي النيتروجينس بيز. فوسفيت فوسفيت، هو في فرق؟ اتجاه الشوجر بالنسبه لاتجاه النيتروجينس بيز ده باصص كده ودي باصه في نفس الاتجاه، ده باصص كده
في بس نص الجبهة اللي عكسه. فالفارق واضح، الاثنين عكس بعض، الاثنين نفس الاتجاه. ايه اللي موجود في النيتشر؟ ايه اللي موجود عندك في الدي ان اي وفي الار ان اي وفي البكتيريا وفي الفيل وفي الزرافه وفي الناس كلها وفي النباتات؟ الاثنين يبقوا عكس بعض، يعني الفوسفيت والشوجر يبصوا في ناحيه والنيتروجينس بيس في الناحيه الايه؟ العكسيه. والوضع اللي عكس بعض اسمه انتي. في النيتشر مش موجود هذا الوضع اللي هو ده نفس الاتجاه اللي مسموش انتي اسمه سالب. امال رسمته ليه؟ عشان ابين بس زي يعني حاجه فروقات كونتراست، عايز تبين الاسود حط جنبيه الابيض فيبان ده ايه؟ اسود فعلا. فده موجود في النيتشر؟ نو. هل الشوجر باصص ناحيه النيتروجين بيز زي بعض نفس الاتجاه؟ ما حصلش، بس عشان ابين ان في حاجه عكسها، ده عكس ده اسميه انتي. وده اللي موجود عندكم في الدي ان ايه، وده اللي موجود عندكم في الار ان ايه، وفي كل الكريتشرز على كوكب الارض اي نيوكليوتايد هتلاقي النيتروجين بيز اتجاه والفوسفيت والشوجر اتجاه ايه؟ العكسي، اللي هو اسمه ايه بقى؟ انتي. وايه اسم الرابطه بين الشوجر والنيتروجين بيز؟ ان، عشان نركب على ان. جلايكو جاي كلمه كربوهيدرات، ما هو السكر ده اسم عيلتهم كربوهيدرات. ان جلايكوسيديك ايه؟ بوند. يا ريت ننطق ونحرك لساننا شويه. اسم الرابطه ايه؟ ان جلايكوسيديك بوند. عايز معايا حاجه ثانيه قبل ما ابين الرابطه التساهميه اللي موصله النيكوتايد في بعض عشان تعمل شريط دي ان ايه او ار ان ايه؟ ايه؟ عايز معايا حاجه في النيتروجين بيز نفسها؟ احنا قلنا هنحفظ اشكال النيتروجين بيز بيورين بايلنتين بعد كده. بس برضه نفهم الحته دي من غير حفظ ولا حاجه، ان في ايزومرز ان نيتروجينس بيز. طب اصلا يعني ايه كلمه ايزومر؟ معرفش حد طلع مش يعني يقول لك متشابه وخلاص. يا سلام، ده لها تعريف دقيق كمان. نعم، هو بيجي الديفينيشن اكيوريت بالظبط، بس انا مش فاهم يعني ايه ده سيم كيميكال فورمولا وذ ديفرنت ستراكشر. يعني ايه؟ يعني عشان دلوقتي مرتبين نيتروجينس بيس ادينين وادينين، طب ما يبقى هو الادينين وخلاص، او جوانين جوانين زي بعض، جوانين وانتهينا. هشوف فيهم نفس الاتومز اعداد وانواع واحده. لو افترضت ان ده فيه ست كربونات، ده زيه ست كربونات، ده 12 اتش 12 اتش، الاتومز اعداد وانواع واحده. دي كلمة ذا سيم كيميكال فورمولا. بس هلاقي توزيعة الاتومز واتجاهاتها في السبيس كده يمين وشمال مختلفة. دي اللي هقول عليها ديفرنت ستراكشر. اديني مثال تطبيقي الأول أفهم الديفينيشن ده. مثال تطبيق، مش كذا نيتروجين بيس شفناها كان متركب عليها NH2 كده؟ أنت قلت لي إن الأدينين فيه أمينو هنا والجوانين أمينو لتحت. قلت لي السي بيبقى فيها امينو كده، على العموم دي اسمها زي ما خدنا زمان اسمها ايه؟ امينو جروب. هل ممكن يبقى ليها شكل اخر؟ نفس الاتومز بالظبط، ولا اتش هتزيد ولا اتش هتقل، بس التوزيعه مختلفه اسميه ايزومر. ازاي يعني؟ اكيد اكيد هنا في كربونات متهيألي يعني، اكيد. واكيد تكافؤ الكربون عمره ما هيبقى ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه، ما هيبقى كام؟ أربعة. يبقى أكيد هنا في دبل بوند. والمرة الثانية أنا بس اللي برسم، أنت هتقول له كلمة أمينو وخلاص. دي بقت أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. أكيد دي مش ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، أكيد شايلة اتش عشان تبقى أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. فين الأيزومر يعني؟ الاتش دي ممكن تطلع فوق أو تنزل تحت، رايحة راجعة. شفنا حاجة زي كده في البيبتايد بوند. حوالين البيبتايد بوند كان في مجاميع كيميائية، كان في اتش بتروح وترجع وسميناه زي صدى الصوت بيروح ويرجع ريزونانس. طب لو الاتش قاعد مكانها هنا، انا اسف انا شورت غلط، الاتش اللي فوق هي اللي ممكن ايه؟ تنزل وترجع تاني. الاتش اللي فوق تنزل او ترجع. طب لو قعدت فوق مكانها يبقى الامين. لو الاتش اللي فوق مستمريه في نفس المكان اسمها ايه؟ امين. طب لو نزلت تحت نشوف هيبقى شكلها ايه؟ لسه ما اعرفش، لسه ما اعرفش. انا هرسمه الاول زي ما هو بالظبط بلا تغيير، ما غيرتش فيه حاجه.
بتقول الاتش فوق ممكن انزلها تحت اهي الاتش دي هنزلها هنا. ما ينفعش بقى تكافؤ كربون تكبره الى 5 2 و2 4 1 5 غصب عنك اذا نزلت الاتش مسافه تفك ايه الدبل بوند. وما ينفعش الكربون يبقى 3 لازم يبقى 4 ناقص بوند والنيتروجين ناقص بوند يعني احط هنا حاجه اسمها دبل. معنى كلامك ان الاتش بتتحرك الدبل بوند اتجاه معاكس الاتش نزلت دبل بوند ايه طلعت لفوق الاتش نزلت دبل بوند طلعت لفوق اه والتكافؤ ده 4 2 و 2 4 وده 4 اسوار دي اسمها امينو دي من ايام الامينو اسيد ما اسمهاش امينو اسمها بالاي اسمها امينو. طيب عايز تقول ايه؟ ما دول ايزومرز فيهم نفس الاتومز ولا اتش زادت ولا اتش ايه؟ قل ما هي دي ذا سيم كيميكال فورمولا عدد الكربونات نفس العدد الاتش الاو كله نفس العدد دي اسمها ذا سيم كيميكال فورمولا بس التوزيع مختلفه هنا امينو وهنا جروب تاني اسمها هي دي ديفرنت ستراكشر هي ديفرنت ايه؟ ستراكشر يعني انت عايز تقول نيتروجينس بيز لها اشكال اه ده ادينين وده ادينين يعني طبيعي طبيعي بس ده الايزومر اللي اسمه امينو لكن ده اللي اسمه ايه؟ امينين والاثنين طبيعيين ومفيش امراض. هل في شكل مور كومن في النيتشر؟ اه الامينو مين مور كومن ده؟ الامينو. يبقى عرفنا ان في ايزومرز في النيتروجينس بيز ممكن اشوف شكل الامينو او امينو والاثنين عادي نيتروجينس بيز عاديه لو ده ادينين لازال برضو ادينين لو ده مثلا السي لازال برضو السي ما اتغيرش لكن مين مور كومن؟ في ايزومر تاني اللي هو ده مش انت قلت حتى في اليوراسيل ده في دبل بوند كده في اليوراسيل عشان قلت اليوراسيل وقعدت ارسم كده مش عملت كده يوراسيل مش كده ماله ده؟ ايه الايزومر بتاعه؟ على العموم تكافؤ كارل 4 متظبط 4 والله اهو 1 2 3 4 ماشي واكسجين اتوم هنا الكربون لازم يبقى 4 ما ينفعش يبقى 2 اكيد شايل اتشتين مثلا يعني برضه اتش هتتحرك بس المره دي اللي تحت هي تطلع فوق او تنزل تاني. طب قبل ما تطلعها حد عارف اسم المجموعه الكيميائيه سي دبل بندو دي اسمها ايه؟ كيتو اسمها كيتو كيتو. طب لو الاتش طلعت فوق هيبقى شكلها ايه؟ واسمها ايه؟ وهيبقى ده الايزومر نفس الاتومز مفيش اتش زاد ولا اتش قلت لكن الارينجمنت او توزيعه اختلفت. الاول مش هغير اي حاجه ما غيرتش حاجه هطلع الاتش دي فوق اهي نقلتها لفوق هنا ما ينفعش تكافؤ الاكسجين اللي هو 2 يبقى 3 لازم يفضل كام؟ 2 فلازم افك الدبل وما ينفعش الكربون يبقى 3 لازم يبقى 4 فهضطر اعمل هنا دبل يعني برضه الاتش طلعت فوق الدبل بوند بالعكس نزلت فين؟ تحت حركة الاتش عكس الدبل بوند الاتش طلعت فوق الدبل بوند نزلت ايه؟ كده الكربون 4 1 2 3 4 وده برضه ايه؟ 4 مفيش مشكلة. السؤال دي اسمها ايه؟ هل في اتش ازيد اتش اقل ولا نفس الاتومز؟ نفس بس دي اسمها ايه بقى؟ لا الالدهايد على الرايس ما يبقاش سي والراكبة عليها او اتش الالدهايد يبقى سي دبل بوند او والاتش تبقى كده ده اسمه الدهايد. لا ان انت عامل كده سي او اتش اسمها هيدروكسي دي المفروض اسميها كلمه ايه؟ المفروض اسميها هيدروكسي وانا معترف بس هم بصوا لها بطريقه ثانيه ازاي؟ بصوا على الجزء اللي استجد ده ماله ده؟ هنا دبل بوند بين كربونتين هل هنا كان في دبل بوند بين كربونتين ولا سي او؟ ما كانش في دبل بوند بين كربونتين وهل دبل بوند بين كربونتين لها اسم معين؟ اه دبل بوند بين كربونتين اسمها اينول اسمها ايه بقى؟ مسمين الايزومر ده مش هيدروكسي مسمينه ايه بقى؟ اينول يبقى ده كيتو
سي دبل او دبل بوند او اسمها كيتو، ودي هيدروكسي انا معترف بس هو ما وصلش لدي، وصل دي دبل بوند بين كربونتين اسمها. هل هنا في دبل بوند كربونتين؟ لا، يبقى ده كيتو لكن ده اينول. وفي شكل مور كومن الاثنين طبيعيين في البيزس، في شكل مور كومن اللي هو الكيتو. يبقى شفنا نوعين من الايزومرز نفس الادرس اللي هي ذا سيم كيميكال فورمولا بس ديفرنت ستراكشر، امينو ساعات بيبقى امينو، كيتو ساعات بيبقى اينول، وهنا اقول كده يبقى امينو او امينو بس مين مور كومن؟ امينو. كيتو او اينول بس مين كومن؟ كيتو. واقول الايزومر ده بيديله اسم كده بيسموه ايزومريزم اوف ذا نيتروجينس بيزس، بيسموهم توتومرز، بيسموهم ايه بقى؟ نبقى عارفين دي اشكال طبيعيه ما فيهاش امراض ولا حاجه، امينو امينو كيتو اينول كلهم اشكال ايه؟ طبيعيه. يبقى احنا شفنا النيكوتايد بيساوي نيكوسايد زائد، وايه هو النيكوسايد؟ شوجر بالخمس كربونات يا اما يا اما رايبوز او تو برايم ديوكسي رايبوز. كربون نمبر 1 شايله النيتروجينس بيز، شيء مميز لاي نيكوتايد اللي هي بيورين او والبيورين نوعين A G والبيرنتين ثلاث انواع C و T و U، لو دي ان اي دي لو ار دي بداله يو، ده كده الليبوسايد. لو الشوجر بقى كاربون نمره 5 شال الفوسفيت اصبح اسمه نيوكليوتايد نيوكليوتايد. ولما نشاور على ارقام الاتومز بتاعت النيتروجينس بيز الارقام من غير شرطه، لكن لما نشاور ارقام الاتومز ده شوجر ارقام بشرطه والشرطه ما اسمهاش شرطه برايم. كويس، وشفنا الايزومرز امينو امينو او كيتو اينول ومين مور كومن واسم الرابطه ان جلايكوسيديك بوند. انا عايز اشوف بقى النيكوتايد ونيكوتايد ايه الروابط ما بينهم اللي بتعمل الباك بون اوف دي ان اي. زي ما شفت البروتين في رابطه تساويه قويه بتوصل امينو اسيد ببعض اسمها بالتايد بوند، يبقى لازم برضه النيكوتايد في رابطه تساويه قويه تواصل ما بينهم عشان تعمل دي ان اي او ار ان اي. عايز اشوف الرابطه دلوقتي، بس انا هحول الرابطه يبقى انا بالمره هروح الى دي ان اي ستراكشر على طول بقى، يعني مؤقتا لمده بس تلت ساعه هحفظ مؤقتا صفحه نمره 4، هحفظ مؤقتا صفحه نمره 4، هروح للدي ان اي ستراكشر والرابطه الموصله نيكوتايد. عشان يبقى كلامي منظم نخلص كلام، انطق اسم وحده بناء دي ان اي واوصف بعد كده الرابطه الكوفيلنت القويه اللي هتوصل وحدات البناء ببعض. انا عرفت اسم اللي انت كاتبه ده 2 برايم دي اوكس، ما هو الشوجر بتاعي بتاع دي ان اي مش بتاع ار ان اي، بتاع دي ان اي مش بتاع ايه؟ ار ان اي. برايم نيوكليو هنا بقى تعالى، لو قلت نيوكليوتايد
يبقى انت خلاص نطقت الفوسفيت جوه كلمه نيكوتايد. نيكوتايد يعني اوريدي جواه الايه؟ الفوسفيت. لو عايز تنطق الفوسفيت لوحدها لازم تقول نيكوسايد، فتقدر تنطق الفوسفيت. نطق التي اصبح جواه اوريدي ايه؟ الفوسفيت. خلاص عايز تنطق الفوسفيت لوحدها يبقى ما تقدرش تقول نيكوتايد. نيكوتايد ده يشمل الفوسفيت. يشمل ايه؟ ما اقول ايه؟ لو عايز انطق الفوسفيت قول نيوكليوسايد. دلوقتي بقى اقدر انطق الفوسفيت. هي راكبه على الكربون كام؟ خمسه بتاعت الشجره اهي، مش راكبه على الكربون نمره خمسه؟ يبقى اقول الفوسفيت راكبه عند الكربون نمره خمسه، يعني 5 برايم فوسفيت. يبقى اسمح بدايه دي ان ايه؟ 2 برايم دي اوكسيد، 2 من غير او، كربون نمره 2 متشال من او، رايبو الريبوز ابو 5 كربونات، نيكلوسايد وادي الفوسفيت متشال على كربون نمره 5، دي وحده بناء الدي ان ايه. ازاي بقى الوحدات دي موصوله مع بعض؟ برابطه تساهميه قويه متكرره. رابطه تساهميه قويه ايه؟ متكرره. نشوف انا لازم وانتوا هتستنتجوا اسم الرابطه ما بينهم. ادي وحده البناء اهي، ده الشجر ابو 5 كربونات، كربون نمره 5 شال الفوسفوريك. وعلى فكره انت بتكروت الفوسفوريك اسيد. هو في فوسفوريك اسيد في الدنيا في مدوره؟ حد يقول لي رمز الفوسفوريك اسيد من ثانوي. H3BO4 وانت مكروته. يعني رمزه حقيقي ايه؟ اهو، وهنعد الاتومز ونشوف فعلا هل ده الفوسفوريك بتاع ثانوي H3BO4. نشوف، عدوا الاو اللي حواليه، عدوا الاو 1 2 3 4 يبقى ايه؟ O4. طب عيد الاتشات، مع انه المفروض يبقوا 2 ولا 3 اتشات؟ 3. دول 2 بس، في اتش متشاله غصب عني. اتشالت ليه؟ عشان اعمل رابطه تساهميه مع الشوجر. في اتش اتشالت من هنا عشان اعمل رابطه تساهميه كوفيلنت بوند مع الشوجر. يعني ده الفورمولا الحقيقيه بتاعت الفوسفوريك ايه؟ اسيد، بس في اتش واحده متشاله عشان اعمل رابطه تساهميه مع الشوجر. كربونات الشوجر اتش و او اتش ما عدا 2 متشال منها او، 2 متشال منها ايه؟ 2 متشال منها او، لكن 3 عاديه اتش و و، 3 عاديه يا عم اتش و و اتش. وادي انذر نيكوتايد، عايز اعرف بيتواصلوا مع بعض ازاي. كارون نمره 5 بتاعت الشوجر، وده الرمز الحقيقي بقى بتاع الفوسفوريك اسيد. اصله هيبين لي الرمز ده، هيبين لي اسم الرابطه. والاتش دي متشاله عشان اعمل رابطه مع مين؟ مع الشوجر. الاتش من هنا متشال عشان اعمل رابطه تساهميه مع الشوجر. وادي كاربون نمبر 1 اللي شايله، واتجاه النيتروجينس بيس نفس اتجاه الشوجر ولا عكس بعض؟ الفوسفيت والشوجر في ناحيه والنيتروجينس بيس الناحيه العكسيه. كاربون 3 عاديه، هنا كاربون 2، 1 2 3 اتش و، وكمان واحد يلا تالت بالمره اهو. ايه اسم الرابطة؟ وريني الأول بتتعمل ازاي عشان أعرف أديها اسم. النيتروجينس بيس كربون نمبر 1 3 اتش و، لا تعالى بقى ده أسيد بس مش متأين. طبعا في أي لحظة يتأين. يعني إيه يتأين؟ يبقى بروتون إيه؟ لون. لو طلعت فصل يبقى عليه نكتب إيه؟ بس ده شكل غير متأين يعني. ماشي، هوصل ايه بايه بقى؟ الفوسفيت بتاعت 5 بالو اتش بتاعت 3. اول ما تنطق بالبلدي وتقول لي الفوسفيت بتاعت 5 مع الو اتش بتاعت 3 تقول كده هوصل 5 برايم فوسفيت مع 3 برايم او اتش. تاني هتوصل ايه؟ 5 برايم فوسفيت مع 3 برايم او اتش. ازاي؟ هشيل ووتر اوصل. قبل ما تشيل ووتر ده اسمه اسيد صح؟ طب حد عارف رمز كربون 3 اللي هي اهي كربونايه وشايله اتش و
اهي كربونايا وشايله اتش و في كربون 3 بتاعت الشوجر. عارف ده رمز ايه؟ الكحول. الكحول الكحول ممكن يبقى كده او حتى ممكن يبقى في اتش 2 كمان ده برضو كحول. ثانيه واحده يبقى دي اسمها كحول. يبقى كربون نمره 3 كحول. CH و H CH و H ده رمز الايه؟ الكحول. حد عارف اسم الرابطه بين الاسيد والكحول؟ استر بوند. الرابطه بين الاسيد والكحول اسمها ايه؟ استر بوند. مره ثانيه فوسفوريك اسيد لكن كربون 3 اسيد ولا كحول؟ اسم الرابطه استر بوند. بتعملها ازاي؟ اهو اشيل ميه. ميه يعني H و ادي الميه ادي اتش وادي اتش. ايه اللي فاضل في النص؟ اوه اوصل ويبقى الرابطه اسمها استر بوند اسيد وكحول. هل هتسميها استر بوند وخلاص؟ لا لسه. لسه ايه؟ الرابطه من الناحيه الثانيه بين الفوسفيت والشوجر لها اسم. من الناحيه الثانيه يعني مع كربون نمره 5. يعني مع كربون نمره كام؟ طب ما انت مش لازم 5 اصلا دي، انت عاملها نقطه. انا رسم 5 ولا اعملها نقطه؟ ما 5 شكلها ايه اصلا؟ بيقول لك عايز تسمي كمان الرابطه مش بس استر بوند اسيد وكحول، عايز تشوف الناحيه الثانيه الفوسفوريك راكب على الشوجر برابطه اسمها ايه؟ 5 انا بكروتها. كربون 5 بتاعت السكر رمزها الحقيقي اهو. اهي. CH2OH. طب مش ده رمز مجموعه كحوليه برضه؟ يبقى 5 اصلا بتاعت الشوجر كحول. ما كل كربونات الشوجر H1 و H ده كحول. والفوسفوريك اسيد اسيد. ومره ثانيه يبقى لو انا عايز اسمي الرابطه دهيت اسيد وكحول اسيد وكحول يبقى اسمها ايه؟ استر بوند برضه اسيد وكحول برضه اهي. يبقى دي اتعملت ازاي؟ شلت برضه ميه H1 ادي H وادي H واللي اتفضل في النص ايه؟ او. يبقى الرابطه دي برضه اسمها ايه؟ استر بوند. يبقى اذا اسيد مع كحول اسيد مع كحول يعني الفوسفوريك اسيد محاصر باثنين استر بوند. وده الفوسفوريك اسيد محاصر باثنين استر بوند محدش يزعل لو سميت الرابطه بقى ايه؟ فوسفو داي استر بوند. داي يعني ثنائي. ما دام الفوسفوريك اسيد محاصر استر بوند شمال استر بوند يمين اسامي الرابطه ايه بقى؟ فوسفو دايستر بوند. لا مره ثانيه مره ثانيه. يبقى الرابطه اصلا هنا مع كربون نمره 5 اسمها ايه؟ اسيد وكحول اسمها استر بوند. الرابطه اصلا هنا استر بوند. طب ما انت على الناحيه الثانيه برضو اسيد وايه؟ وكحول برضه. اشيل ووتر واوصل ما يعني اتش و ويتفضل انذر استر بوند. وادام الفوسفوريك اسيد محاصر حواليه شمال واستر بوند يمين واستر يبقى سامي رابطه ايه؟ يلا سامي على ما اكمل بقى الحته دي. يبقى وحدات البناء ار لينكد توجذر موصولين ببعض باي روابط تساهميه قويه اسمها فوسفو داي استر بوند. يبقى يسالني في الام سي كيو ايه الرابطه القويه دي يا واحده؟ اللي عمل باك بون بتاع الاستراند بتاع الدي ان ايه؟ نفس الكلام على الار ان ايه؟ ايه الرابطه القويه اللي عامله الباك بون عمود الفقري بتاع الدي ان ار ان ايه؟ اسمها فوسفو دايستر. فوسفو دايستر بوند. ايه السؤال؟ نعم؟ شلت ميه اتش و او اتش. تفرق كتير قوي الاوكسجين كان بتاع اتنين فيهم قبل ما يركبوا على بعض اهو مره ثانيه ما ركبوش على بعض مره ثانيه لسه ما ركبوش على بعض دي 5 ودي ايه؟ 6. هتفرق كتير في الاخر بيفضل الاوكسجين اتوم واحده مركب بقى خلاص وحده جديده ملوش دعوه هي دي جت منين ودي جت منين. انا بشيل ووتر اتش و او اتش المفروض الحقيقه اشيل اتش من الفوسفوريك اصل ده مش تهيؤ طالما يقول لك ايه؟ ده تشيل اتش بوزيتيف يا عم الرايس مش اتش بوزيتيف. اتوم كامله واتوم كامله انا مش باين الفوسفيت انا بقى معايا رابطه ايه؟ تساهميه.
لان هوت اتش والاو يعني انا كالديد بتاعت الكحول بتاعت خمسة يعني هتفرق كتير اعرف دي جايه منين وجايه منين مش هتفرق كتير. فانا شلت ووتر في جميع الاحوال شلت من هنا اتش وشلت من هنا ايه اللي فاضل في النص؟ ايه اللي فاضل في النص؟ طب الاتش مش موجوده ليه بتاعت الفوسفيت؟ اتشالت في الووتر. الاتش مش موجوده ليه بتاعت الفوسفيت؟ اتشالت في ايه؟ في ميه. اتشالت في ايه؟ في ميه اللي بتتشال. مشكله في كده؟ الله ده مش فوسفور ده ناقصه اتش اتشالت في الووتر. طب ليه؟ عشان تواصل مع كربون نمره خمسه كان لازم تشيل ووتر فالاتش اللي كانت موجوده هنا اتشالت مع والاو كمان والاو كمان. بقى في النص فاضل ايه؟ اللي يهمني اسم الرابطه اسمها ايه بقى؟ استر بوند. استر يبقى دي استر بوند دي استر يبقى اسمها فوسفو دايستر. ثانيه واحده لاحظوا بقى الاستراند اوف دي ان ايه؟ هتلاقوا الاستراند اوف دي ان ايه بقى ليها طرفين او اي شريط لازم يبقى له طرفين. فين الطرفين؟ الطرف ده والطرف اللي في الناحيه الثانيه تحت هنا. الطرف ده عنده ايه؟ فوسفيت بتاع كربون نمره 5 يبقى الطرف ده اسمه 5 برايم فوسفيت. اسمه ايه؟ 5 برايم فوسفيت. ده طرف الستراند بتاعت الدي ان ايه او الار ان ايه شريط الدي ان ايه او الار ان ايه طرفه هنا 5 برايم فوسفيت. على الناحيه الثانيه هل دي 5 برايم فوسفيت؟ امال اسمها ايه بقى؟ 3 برايم او اتش. اذا هثبتها واقول اي شريط من الدي ان ايه او الار ان ايه حتى كمان له تو تيرميناي نهايتين نهايه اسمها 5 برايم فوسفيت. نهايه اسمها ايه؟ 5 برايم فوسفيت. والنهايه الثانيه اسمها ايه؟ 3 برايم او اتش. يبقى تاني جمع بقى اللي انت قلته. يبقى انا قلت وحده بناء الدي ان ايه اسمها نيكوتايد. يلا احسن ده انا عايز اعرف جواه بتاع اللي اسمه نيكوتايد ده. ما يمكن ده بتاع الار ان ايه. انا قلت واحد بناء الدي ان ايه اسمه ايه بتاع الدي ان ايه؟ ستو برايم ديوكس برايم نيكوتايد. مش هطلع الفوسفيت نيكوتايد 5 برايم فوسفيت. ستو برايم ديوكس رايم نيكوتايد 5 برايم فوسفيت اللي انتوا سميتوه نيكوتايد. والرابطه الموصله ما بينهم اسمها ايه؟ فوسفو دايستر تساهميه وقويه وهي بتعمل باك بون وتي ان ايه وبرده الار ان ايه. ولازم نشوف يبقى له طرفين، طرف اسمه 5 برايم فوسفيت والطرف الثاني اسمه 3 برايم او اتش. 3 برايم ايه؟ او اتش. لو حبيت تفك الفوسفو دايستر بوند ايوه في انزيمز بيفكوا الاحماض النوويه اسمهم نيوكلييز. اسمهم ايه؟ يفك الدي ان ايه او ار ان ايه. طبعا في تخصص اللي يفك الدي ان ايه هيبقى اسمه دي ان ايز واللي يفك الار ان ايه ار ان ايز. بس احنا النيوكلييز بنفك احماض ايه؟ نوويه. فكها ازاي؟ فصل ايستر عكس ما انت ركبتها. مش انت شلت ميه عشان توصل مش انا شلت ووتر عشان اوصل. يبقى الانزيم ده لما يحب يفك الرابطه هيدخل ووتر فيفك. دي هتبقى عايزه اتش ودي عايزه ايه؟ كده الانزيم هيفك بووتر. يبقى هو بيفك بووتر بقى يبقى اسم عيلتهم الكبير هيدروليز. انا قلنا زمان حتى بالتايد بوند تفكها بميه. التايد بوند امينو اسيد تفكها بميه. كل انزيمات الهضم بتفك بووتر. فقلنا دي اسم عيله كبيره الهيدروليز. بس اللي بيفك بالتايد بوند بووتر كان اسمه بيبتايديز. طب اللي هيفك فوسفو دايستر بوند دي ان ايه او ار ان ايه بووتر اسم عيلتهم هيدروليز. اسمه الشخصي بدل بيبتايديز يبقى اسمه ايه؟ نيوكليز. يفك حوض نووي دي ان ايه او ار ان ايه. يبقى اللي هيفك فوسفو دايستر بوند هيفكها بايه؟ ووتر ويوزعها هنا اتش وهنا واتش. اسم العيله الكبير هيدروليز اسمه الشخصي نيوكليز. في نوعين من الفيزز هتقول لي بيفك دي ان ايه وار ان ايه. لا غير كده غير دي ان ايز وار ان ايز في حاجه ثانيه اللي هي ادي مجموعه نيكوتايد لازقين ورا بعض بالربطه التساهميه القويه اللي اسمها فوسفو دايستر بوم. وفي طرفين زي ما انت قلت 5 برايم مطلعه فوسفيت والناحيه الثانيه 3 برايم والناحيه الثانيه 3 برايم او اتش.
ايه انواع النيوكليزز؟ ممكن النيوكليز ده يفك فوسطا ايستر بوند، يفك النيوكليوتايد طرفي. لو فكيت نيوكليوتايد طرفي يبقى اسمك اكزو نيوكليز. اكزو يعني للخارج. يبقى لو فكيت نيوكليوتايد طرفي اسمك ايه؟ اكزو نيوكليز. لو فكيت نيوكليوتايد او اي ربطه يعني في النص في القلب يبقى كده بتطلع نيوكليوتايد طرفي؟ لا، يبقى اسمك اكزو ولا اندو؟ يبقى لو انت بتفك على الطرف يبقى اسمك ايه؟ اكزو نيوكليز. في القلب اسمك اندو. جالهم سؤال عبيط ام سي كيو اخر السنه اللي فاتت، وجالكم شبهه في نص السنه بس في البروتين اخوه بالظبط. قالوا كده السنه اللي فاتت في اخر السنه عندك شريط فيه دي ان ايه فيه 10 نيوكليوتايدز. 2 3 4 5 كده هيخلص. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كم نيوكليوتايد؟ 10. قال له سيبت الاكسو نيوكليز يو الاو ذا اكسو نيوكليز تو ورك جاست فور وان تايم. ليه قال له جاست فور وان تايم؟ اصل انت لو سيبت الاكسو نيوكليز شغال براحته بقى ويفك واحده الشريط بقى اقصر، اقصر من الاول، يفك اللي بعد كده بعديها بقى اقصر، يفك اللي قبل قبليها بقى اقصر، ويمشي بقى واحده واحده. بس هو قال لي في راس السؤال سابه اشتغل كم مره؟ واحده بس. فقال له عندك 10 نيوكليوتايد دول مجموعهم 10. يو الاو ذا اكسو نيوكليز تو ورك جاست فور وان تايم، يعني فاكر كام نيوكليوتايد؟ واحده. فالاختيارات بقى تحت الفراجمنتس اللي هتطلع 5 و5 ولا 10 ولا 6 و4 ولا 8 و2 ولا 9 و1. صعبه قوي، خطيره خطيره مش كده؟ جامده. ادي 9 وادي الواحد، ادي 9 وادي ايه؟ والسؤال جاب في نص السنه في طلبه جابوه غلط نفس الطريقه بالظبط، بس ما قالش اكزو نيوكليز، قال اكزو بيبتايديز، وما قالش 10 نيوكليوتايد في دي ان ايه، انا 10 امينو ايه بس. مش السؤال ده كان موجود برضه؟ وخلي الاكزو بيبتايديز شغال مره واحده موجود والله، هيطلع 9 و1 مش كده برضه؟ حد بادي مركز في السنه بنت 11 سبحان الله. انت حلو يا عم، مش عارف ثانيه واحده والله انا هاخد نفسي. طيب ما انت كده خلاص كلام، انت كده وصفت وحده بناء الدي ان ايه، وصفت اسم الرابطه التساوميه ما بين الوحدات البناء فوسفايستر بوند، والطرف ده بيبقى 5 برايم فوسفيت، الطرف ده بي برايم ويتش، وان النيتروجينس بيزز كلهم باصين عكس الفوسفات والشوجر. فالمشكله كانك بتوصف وحدات البناء واسم الروابط ما بينهم، نهايه الشريط نهايه الشريط، مش ده شبه البرايمري ستراكشر بتاع البروتين؟ اعداد وانواع وترتيب الامينو اسيد، هنا اعداد وانواع ترتيب الايه؟ النيوكليوتايد والشيء المميز النيتروجينس بيز. انا كده وصلت فعلا برايمري ستراكشر دي ان ايه، وحده البناء 2 ديوكسي ريبونوكليوسايد 5 برايم فوسفيت، 2 ديوكسي ريبونوكليوسايد 5 برايم فوسفيت، اسم الرابطه فوسفودايستر بوند، الاطراف 5 برايم فوسفيت 3 برايم او اتش. وشوف لو حبيت افكها افكها ازاي، كده وصلت برايمري ايه؟ يبقى دلوقتي انا لازم اروح لحاجه اسمها سكندري، بس لازم هاكد المعلومه. بص اتجاه النيتروجينس بيس عكس اتجاه مين؟ فوسفيت والشوجر. وحاجة معلومة تانية كمان، لو سألتكم بعد كده على الدي ان ايه ستراند، هل هي عليها تشارج بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نو تشارج؟ نيجاتيف. نتيجة لوجود مين؟ فوسفوريك اسيد متكرر اللي هو بروتين دونر، ده يطلع اتش بوز بوزيتيف الماء يبقى عليه نيجاتيف، اهو بروتون دونر، بروتون دونر، فالدي ان ايه شريط هايلي ايه؟ نيجاتيف، نتيجة وجود تكرار للفوسفوريك اسيد. فانا هقول دلوقتي السكندري ستراكشر مره ثانيه، يبقى انا اللي وصفته الاتي، ترجمة
ثانية واحدة. لا بطل كلام. هتوصف ايه في السكند ستراكشر؟ هقول ان الدي ان ايه في النيتشر او على الاقل جوه الخلايا بتاعتنا بتاعت الهيومن ايوكاريوتس مش هيبقى سنجل ستراند، مش هيبقى ستراند مع نفسها، هيبقى دي اس. حد عارف يعني دي اس؟ دبل ستراند يعني سنجل ولا تو ستراندز مع بعض؟ ولازم اقول طب ايه المبرر انهم مع بعض؟ ايه الروابط ما بينهم؟ واستفدت انا ايه؟ مش بس هقول دبل ستراند وهيليكس، ولازم توريني شكل الهيليكس. انا هتكلم اديني دبل ستراند ازاي؟ واستفدت ايه من يبقى ان هو يبقى دبل ايه؟ ستراند. ادي 1 ستراند اوف دي ان اي. وانت قلت يبقى ليها نهايتين اسمهم ايه؟ 5 برايم فوسفيت 3 برايم ويش ماشي. والنيتروجينس بيزز اهم الشيء المميز لاي نيوكليوتايد. معرفش بقى اي ترتيب يعني وات ايفر نوع اي ترتيب يعني مش مشكله، بس انا عارف بقى النيتروجينس بيز في اتجاه والفوسفيت والشوكر على الناحيه الثانيه. النيتروجينس بيز اتجاه فوسفيت شوكر على الناحيه الايه؟ الثانيه. انت بتقول دبل ستراند، فين الانذر ستراند؟ اهي اهي حلوه اهي شفت؟ بص حلوه ازاي؟ اهي حلوه اهي ظهر لي طب ايه نوع الروابط ما بينهم؟ مفيش. ينفع يبقى مفيش؟ مفروض الروابط تبقى البيس على السراند دي مع البيس على السراند التانية، مفروض يعملوا مع بعض هيدروجين بوندنج. بس هل البيسز كده باصين اتجاه بعض ولا نفس الاتجاه؟ فبعاد عن بعض. بعاد عن بعض، هل كده يعملوا علاقه ما بينهم؟ بتقول مفروض الروابط التو سراندز تبقى ما بين البيس والبيس، البيز والبيز، واسمها هيدروجين بوند. كده بصينا نفس الاتجاه بعاد عن بعض، اقلب دي. وكمان ابعد الفوسفيت عن الفوسفيت عشان ما يعملوش مع بعض ريبالشن. فوسفور الكاثر ايه شارج نوعها ايه؟ نيجاتيف. ابعد الفوسفيت عن الفوسفيت عشان ما يعملوش مع بعض ريبالشن، يبقى دي ستراند دي هضطر اقلبها. هضطر ايه؟ ابعد الفوسفيت عن الفوسفيت واخلي البيز يبصوا ضد بعض. يعني تو ستراندز هيبقى شكلهم ازاي؟ كده. طلعت وحشة بقى، طلعتش حلوة، طلعت وحشة. الفوسفيت بعيد عن الفوسفيت، ثانية واحدة، وكده النيتروجينس بيز هيبصوا اتجاه بعض، ويعملوا مع بعض روابط اسمها هيدروجين بوند. يبقى التو سترينز دول بارلل ولا انتي بارلل؟ انتي بارلل، واحدة والمقلوب بتاعها انتي ايه؟ بارلل. وايه بقى الروابط اللي هتحصل؟ ما بين ال A1 T كام هيدروجين بوند؟ اتنين. ما بين ال G1 دي اسمها البيس بيرنج رول اوف واتسون اند كليك اللي وصف الدبل ستراند الدي ان ايه؟ ان ال A تعمل تو هيدروجين بوند مع ال T وال G ثلاثة هيدروجين بوند مع ال C. طب هنا سي يبقى هنا وهنا سي يبقى برضه يا استنى احسن زرقتها لما سويتها وهنا تي يبقى هنا ايه بين الجي والسي ثلاثه ثلاثه لكن دي وايه هي الهيدروجين بوند دي اتعملت ازاي؟ يعني البيست فيها ايه والبيست فيها ايه؟ الهيدروجين بوند بتاعت زمان البيست فيها اتوم عليها البيست دي فيها اتوم عليها بارشال نيجاتيف اللي هي انحراف السحابه الالكترونيه ناحيه اتوم اكتر من اللي جنبيها. طب البيز الثانيه برضو عليها اتوم برضو ذره وعليها بارشال نيجاتيف انحراف السحابه الالكترونيه ناحيه اتوم اكتر من اللي جنبيها. طب هنا على ناحيتي اتوم عليها بارشال نيجاتيف وهنا برضو نفس الكلام اتوم وبارشال نيجاتيف. طب ما كده مش اتراكشن، ده ما في وسط في حاجه كوبري اتش اتوم عليها بارشال بوزيتيف ما هي دي الهيدروجين بوند. بس عددها هنا 2 وعددها هنا كام؟ 3.
اتوم عليها بارشال نيجاتيف على بيس، اتوم عليها بارشال نيجاتيف على بيس الثانيه، في الوسط اتش اتوم عليها بارشال بوزيتيف تساوي الهيدروجين بوند. رابطه قويه ولا ضعيفه؟ ما ننساش ان الرابط النون كوفالنت الضعيفه انت قلت معتمد على بارشال تشارج بتاعت انحراف السحابه الالكترونيه، عشان بارشال تشارج هي ايه؟ ضعيفه، ممكن شويه حراره الاتوم تستخدم طاقه حركيه تتفك عن بعض، ده رابطه ايه؟ ضعيف. بس كده اصبح سنجل ساندد ولا دبل؟ استفدت حاجتين. ايه هما؟ ان السنجل ساندد دي ان ايه؟ سهل يهجم عليه الاكزونيوكليزس. السنجل ساند سهل يهجم عليه مين؟ الاكس. لما اثنين بقى لازقين في بعض ما يعرفش الاكزونيوكليز يقطع. يعني ده بروتكتد اجينست اتاكس اوف اكزونيوكليز. ادي اول ميزه استفدتها من الدبل ساندد دي ان ايه؟ انه بروتكشن اجينست اتاك بتاع مين ده؟ اكزونيوكليز. يقطع سنجل ساند ما يقطعش الدبل. نمره اثنين كده بعد كده ليتر اون هقدر بسهوله ابعد التو ستراندز لما اجي اوزع المعلومات الوراثيه بتاعتي بالتساوي على تو دوتر ايه؟ سيلز. يعني دي برضه بتسمح لي بعد كده ابعد التو ستراندز عن بعض لما احب اوزع المعلومات الوراثيه على تو دوتر ايه؟ بس اول فائده قريبه بروتكشن اجينست مين؟ يجمعوا على السنجل ستراند مش على الدبل ايه؟ ستراند. بس انت قلت كلمه كمان هيليكس، بس برضه هاكد لما اقول هيليكس النيتروجينس بيس باصه فين؟ جوه الدبل ستراند. والفوسفيت والشوجر فين؟ بره اهو هبينها ايه؟ الفوسفيت والشوجر مش ده عليه تشارج بيحب الميه؟ والشوجر والله بيحب الميه. الشوجر بيحب الميه؟ اه. وايه امارتك ان الشوجر بيحب الميه؟ الشوجر كربوناته شايله اتش و او اتش او اتش، ما هو اتش دي زمان كانت بولر مش او اتش، بيبقى فيه انحراف السحابه الالكترونيه. الاو عليها بارشال نيجاتيف والاتش بارشال بوزيتيف، ما كل كربونات الشوجر شايله اتش و اتش. انا عايز اقوله دي سؤال ام سي كيو مشهور، الفوسفيت والشوجر دايركتد تقول ايه؟ اوتوردز اوتسايد ذا دبل ستراند اوف دي ان اي. يبقى تاني فوسفيت والشوجر دايركتد فين؟ اوتوردز. لكن النيتروجينس بيسز دايركتد انوردز. الفوسفيت والشوجر فين؟ اوتوردز. النيتروجينس بيسز انورد. ويسالك برضه سؤال تاني، انهي جزء هيدروفيليك بيحب الميه وانهي جزء نسبيا ليس هيدروفيليك يعني مور هيدروفوبيك؟ هو مين بيتقيم عليه نيجاتيف تشارج؟ فوسفيت. يبقى انا هقول الجزء الخارجي اللي فيه الفوسفيت والشوجر هو الهيدروفيليك، ويبقى حوالين التي ان اي ميه كتير لكن مش عليه فوسفيت فيها نيجاتيف. هل جوه في فوسفيت عليها نيجاتيف؟ يبقى جوه نسبيا الجزء الليس هيدروفيليك يعني مر ايه؟ هيدروفوبيك نسبيا، عمليه نسبيه. فاذا الجزء براني في مين والجزء الجواني بتاع الدبل ستراند في مين؟ مين بره؟ فوسفو شوجر هيدروفوبيك ولا هيدروفيليك؟ اللي عليه شحنات بيحب الميه، ده الاسيد بروتون دولار على نيجاتيف تشارج يعني بيحب الايه؟ الميه. هل في فوسفيت على نيجاتيف جوه؟ يبقى اللي جوه مين باصص جوه تقول النيتروجينس بيسز نسبيا ليس هيدروفيليك تبقى مور ايه؟ الدبل ستراند فرل ولا انتي؟ انتي فرل. والفوسفيت والشوجر فين؟ اوتورد. والنيتروجينس بيس انورد. يبقى الجزء الخارجي هيدروفوبيك ولا هيدروفيليك؟ هيدروفيليك. والجزء الداخلي نسبيا هيدروفوبيك. نسبيا ايه؟ واخد كلمه هنا القطب ده اسمه بول، القطب بتاع بول. البول هو قطب، هل فوسفيت جنبيها فوسفيت زيها ولا اتش مختلفه؟ يبقى ثنائي القطبيه. هل الاتش جنبيها اتش زيها ولا فوسفيت مختلفه؟ ثنائي القطبيه. ثنائي القطبيه تقول داي بولر. تقول ايه؟ يبقى تاني ايه الميزه بتاع الدبل ستراند؟ على السنجل بروتكشن اجينست اكزو نيوكليز، السنجل بيقطعها الاكزو نيوكليز دي ما بتقطعهاش. بروتكشن اجينست اكزو ايه؟ زائد ليتر اون هقدر اوزع التو ستراندز ايكوالي على تو دوتر لما اعمل سيل ديفيجن. بس المراحل دي مهمه قوي، يعني معنى كلامي ان الار ان اي سهل يهجم عليه الاكزو نيوكليز. فعلا الار ان اي بيبقى عمره قصير، الار ان اي بيبقى مش دبل ستراند، الار ان اي بيبقى ايه؟ سنجل ستراند وسهل يهجم عليه الاكزو نيوكليز فعلا. يبقى ده بروتكت، ده هو دبل ستراند عشان فيه بروتكشن اجينست اكس نيوكليز.
اصل ده اللي انت مخزنها معاك وراثيه. لو الرساله عملتها دي رساله ار دي اللي هو سنجل سناب، لو عمره قصير بتقطع كانت رساله بتترجم لفتره ما صغيره، لكن دي المعلومه الوراثيه اللي مخزنها نفسها. اوعى تسيبها تتقطع وتهرب منك بسهوله. عشان كده بروتكت اجينست اكسو نيوكليز الرساله سنجل سناب ار ان اي اهو يتقطع عمره قصير، هكون قريته مرتين ثلاثه وبنيت بروتين ثلاثه اربعه مولكيولز، لكن هخلي معاك الوراثيه الاساسيه بتاعتي اللي مخزنها في الهارد ديسك بتاعي تبقى تتقطع بسهوله ولا بروتكتد؟ يبقى سنجل ستراندد ولا دبل؟ بارل ولا انتي؟ وهنا الطرف ده دايبولر وهنا برضو دايبولر. مين بس لبره؟ بص شوجر هيدروفيلك. مين بس لجوه؟ ناتشورال فيز هايدروفوبيك نسبيا هايدروفوبيك. انا هحاول كلمه هيليكس بعد البريك، فانا دلوقتي هستكمل صفحه اربعه اللي هي احنا نطلعها. هحاول كلمه هيليكس بعد البريك، انا بس دلوقتي هستكمل صفحه ايه؟ اربعه اللي احنا قطناها. طيب تعالوا بيج 4 خلص كلام الاول، خلص كلام ورا. خلاص importance of nucleotides ايه؟ طب انا قلت اوصلهم مع بعض واعمل شريط اسمه دي ان ايه او ار ان ايه واخزن معلومات وراثيه، ماشي وده معروف وحدات بناء الدي ان ايه والار ان ايه. بس ايه اللي جايه دي؟ نيكلوتايد بس مع نفسه مش متواصل مع نيكلوتايد تاني، نيكلوتايد مع نفسه شكله كده. دي بتنضى النيتروجينس بيس دي لوحدها ازاي؟ ادينين واحد بينطق والتانيين بيسقفوا. النيتروجينس بيس اللي هي بتتنضى لوحدها ازاي؟ ادينين 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 بالشوجر يبقى اسمه ادينوسين، الحمد لله على السلامه ادينوسين بالفوسفيت مونوفوسفيت. طب كمان واحده دايفوسفيت، كمان واحده ثالثه ده الـ ATP يا عم الرايس. انا اعرف واسمع من ايام زمان بيخزنوا عليه طاقه. في روابط اسمها هاي انرجي بومبس. طيب اول سؤال الطاقه دي جايه منين؟ تاني سؤال ليه هي لما بفك الرابطه دي بتطلع طاقه عاليه؟ اول سؤال الطاقه جايه منين؟ اصل الطاقه لا تستحدث من هو انت بتاكل ليه؟ عشان همدان وطاقتي خلصت ومش عارف اتحرك، الاكل بيديني طاقه. اصل بقى الجلوكوز اللي باكله في روابط ما بين الاتومز، افك روابط اطلع الطاقه ثانيه. والطاقه اصلا جلوكوز جايه له منين؟ ضوء الشمس من النبات اللي بقى له جلوكوز. والطاقه تيجي من ضوء الشمس صورتها تتغير تبقى جوه رابطه الجلوكوز على هيئه حركه الالكترونات، وبعد كده افك روابط وخزن الطاقه لعيد مركب اسمه اي تي بي. ما هو الطاقه لا تفنى بس صورتها بتتغير. طب يعني ده ليه تفك البوند طلع طاقه عاليه؟ ليه يعني؟ في فوسفوريك اسيد في الدنيا رمزه بي مدوره ولا انا بكروته؟ ده اتش 3 بي او 4 يعني لما يتقلب يبقى عليه تشارج نوعها ايه؟ نيجاتيف 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 نيجاتيف. فده فوسفوريك اسيد بس بكروته بروتون دونر يعني. لما فك الرابطه دي ليه بتطلع طاقة عالية؟ ايه اللي بيحصل لما تفك الرابطة بتاعت الـ ATP؟ لما بيحصل بتاعتها مجموعة الفوسفيت بتتحرك من مكانها. كويس، مجموعة الفوسفيت بتتخلع طالما الرابطة اتفكت. الفوسفيت في حد ذاتها مش مصدر طاقة. حركتها اللي بتطلع الطاقة. الفوسفيت في حد ذاتها ما بتطلعش طاقة. الحركة بتاعتها. المايه اللي راكدة في البحيرة.
طلع انرجي. انتوا حليتوا، انتوا غيرتوا قوانين العالم كله وحليتوا مشاكل البشريه، لكن لا، الميه اللي بتقع في الشلال هي اللي تولد الايه؟ الكهرباء. طب هنا الفوسفيت لما تيجي تتحرك حركتها طلع طاقه، هتمشي على مهلها بعد فك الرابطه ولا نتيجه النيجاتيف جنب النيجاتيف بيحصل ايه؟ تتحرك ريباتشن، تتحرك بسرعه بعنف، يعني طلع بيجي ماوته بايه؟ نتيجه الحركه السريعه العنيفه ريباتشن نيجاتيف و اصل ده اسيد جنب الاسيد، والطاقه اصلا كمصدرها كده هتضيع، استغلها في حاجات مفيده، اشغل بيها الصوديوم بام، ابني بيها مركبات ضخمه جوه الخليه، يعني طاقه ما ضاعتش هباء، استغلتها في حاجات ايه؟ مفيده، لا تفنى ولا تستحدث من عدم. والرابطه دي نفس الكلام، والريبالشن فورس، يعني عايز تقول من الاخر ده نيوكليوتايد، وانت عنوانك امبورتس نيوكليوتايد، فاقول هنا ستورج اوف انرجي، ستورج اوف ايه؟ يبقى النيوكليوتايد من وظائفه اخذ عليه الطاقه اي تي بي من غير ما يبقى دي ان ايه ولا ار ان ايه، ادينوزين ترايب، وعرفت الطاقه جايه منين يعني؟ ايه كمان؟ يعني ايه النيوكليوتايد سورس اوف سكند ماسنجر؟ ده الشابتر الله يرحمه اللي كان قبل الامتحان، نقل الاشارات من خارج الخليه الى داخل الخليه. الاشارات دي كانت مركبات وسط الخليه وعايزه تاثر عليها، اسمها هرمونز، خرجت من غدد معينه وتاثر على اعضاء داخليه معينه فتوصل للخلايا، اسمها النواقل العصبيه نيورو ترانزميترز، بتخرج من نيرف اندينج وتوصل برضه بتاثر على تارجت سيلز. ازاي الهرمون ده بيشتغل ولا نيورو ترانزميتور؟ اغلبهم ما بيعرفوش يعدوا الممبرين بتاع التارجت سيل. طب انت عايز تغير جوه الخليه، بشبك على الريسبتور الخاص بيا على سطح الخليه على الممبرين من بره، بس لما اركب على الريسبتور اللي هو بروتين نيتشر الخاص بيا بغير شكل الريسبتور ونشط انزيم من جوه الريسبتور من جوه الخليه، والانزيم يزود مركب جوه الخليه اسمه سكند ايه؟ امال مين هو الفيرست ماسنجر؟ الهرمون نفسه او النقل العصبي اللي جاي من غده ولا من نيرف عندي وجاي ياثر على تارجت سيل هو ده الفيرست مسنجر، الاشاره الاولى، ولما يركب على الريسبتور على سطح الخليه وينشط انزيم تحت الريسبتور من جوه الخليه، والانزيم يكون سكند مسنجر، المركب ده الوسيط بتاعي اللي هينشط جينز وانزيمز معينه جوه. كانش في سكند مسنجر نيوكليوتايد لما خدنا الشابتر ده؟ طب حد يقول لي بيتكون من نيوكليوتايد اسمه ايه؟ فروم اي تي بي، يعني تيجي اشاره خارجيه هرمون معين يشبك على الريسبتور اللي هو بروتين على سطح الخليه، اغير شكل الريسبتور، انشط انزيم يحول اي تي بي الى جوه الخليه، وده ينشط جينات وانزيمات معينه. يعني حصل ايه في الاي تي بي؟ الناس نسيت الاي تي بي كان اهو ادينوزين تراي، ادي الادينين، الشجر يبقى اسمه ادينوزين، الشجر اسمه ايه؟ تراي فوسفيت. هرمون شبك على الريسبتور، غير شكله، نشط انزيم، مش عايز اقول اسمه عشان زي ما كنا ناسيين، كان بيحاول يدلك كان اسمه ايه؟ بقول لك اهو مستغرب منكم. ادينايليت، قصده هشتغل على ادينوزين تراي فوسفيت، ادينايليت مش على ادينوزين تراي. طب ليه سايكليز؟ تعالوا بص هنا الانزيم اللي قال اسمه الاخ ده بيخلع الرابطه دي، فكيت الجزء ده لوحده ده اسمه بايروفوسفيت، اسمه ايه؟ بايروفوسفيت. الجزء ده بقى اسمه ايه؟ اسمه اي ام بي، يعني ايه ام بي؟ ادينوزين مونو، يعني ايه مونو؟ يعني واحده ادينو، بس ده مش سكند ماسنجر، انت قلت سكند ماسنجر اي ام بي ولا سايكليك ام بي؟ ما هو الانزيم عشان كده اسمه سايكليز، بيخلق بوند دائريه بين الفوسفيت والشوجر سايكليك اي ام بي، هو ده سكند ايه؟ مسنجر، مصدره الاولاني فروم اي تي بي، يبقى احط ده تحت عنوان امبورتنس اوف ايه؟ نيكوتايد، وده اللي يعمل تغييرات جوه الخليه بعد كده، يبقى في نيكوتايد سكند مسنجر اسمه ايه؟ سايكليك. مش كده برضه؟ ما تشوفش عنه فيسيولوجي؟ يبقى تاني نيكوتايد اهميتهم ايه؟ الزود في بعض اعمل شريط طويل دي ان اي او وخازن معلومات وراثيه، او نيكوتايد مع نفسه يبقى ستورج فورم اوف
energy اللي هو مين ATP أو مصدر للسكن messenger during action of hormones أو neurotransmitters وإيه كمان النيكوتايد بيعملوا حاجة اسمها coenzyme structure. أنا أسمع في الشابتر بتاع الإنزيمز إن في مساعدين بيساعدوا الإنزيم في التفاعل اسمهم coenzyme ومشتقين من فيتامين. وهما طالما مشتقين من فيتامين إيه اللي جابهم العنوان بتاعنا؟ إحنا عنواننا فيتامين والنيكوتايد. بس مثلا في مساعد إنزيم اسمه نات. طب نات ده اختصار كلمة إيه؟ نيكوتينامايد. ما ده الفيتامين ده الفيتامين اللي هو مش نيكوتايد نيكوتينامايد. أدينين داي نيكوتايد معنى كده انه عبارة عن اثنين نيكوتايد وهنا أدينين وهنا أدينين وفي الوسط فيتامين اسمه ايه نيكوتينامايد. ده جواه مش نيكوتايد ده جواه كان نيكوتايد اثنين يبقى الاستراكشر بتاعه جواه نيكوتايد تاني نادي اختصار كلمة نيكوتينامايد أدينين داي نيكوتايد تو نيكوتايد ايه ادرين في الوسط فيتامين نيكوتين مايت فات صار كلمه فلافين ده فيتامين بي 2 فلافين ادينين داي نيكوتايد نفس القصه تو نيكوتايد ادينين في الوسط فيتامين اسمه ايه كونزام استراكشر ايه كمان لسه لسه استخدامات اخرى للنيكوتايد. طبعا انا مش مبسوط وانا بتكلم عن حاجات لسه هاخدها. الواحد يجمع حاجه يكون اخدها لكن اجمع حاجه لسه ما خدتهاش لا ذكاء لا ذكاء عادي معناها بتحفظ الفاضي علموه خلص. مش في امينو اسيد اخدناه وبعد كده في سنه ثانيه ان شاء الله غير انه هيساهم في البروتين ستراكشر هيبقى مانح للنيكوتايد. يعني لما احب اخد مصادر اخدها منه حتى اوله كلمه ميثيونين امينو اسيد عباره عن ايه ميثيونين امينو اسيد عباره عن امينو اسيد من اربع كربونات ديلو سلفر ما هو سلفر باللاتيني يعني ثايو وبعد السلفر ميثايل ما عشان كده انت سميته ميث يعني ميثايل ثايو يعني سلفر ميثيونين صح. هاجي سنة تانية أستخدمه كمانح للميثايل ميثايل دونر. يعني أنت قصدك إن هو ممكن يمنح الميثايل لمركبات معينة بس في سنة تانية عشان أستخدمه زي ميثايل دونر لازم أحوله الأكتيف فور. إيه بقى الأكتيف فور؟ يعني ميثيونين عشان يبقى ميثايل دونر أزوده قطعة من النيكوتايد قبل ما تزود أي حاجة قطعة من النيكوتايد يعني الألوان بتاع النيكوتايد important. اسال سؤال هو تكافؤ السلفر هنا كام؟ 2 اصل تكافؤ السلفر ينفع يبقى 2 مش حاجه اسمها هيدروجين سلفايد H2S لو ريحته وحشه بتفسد 2 او 4 او 6 تكافؤ السلفر في 2 او 4 او 6 هنا كان 2 كان كام؟ لكن ما ينفعش يبقى 3 ينفع يبقى 3 لما تزود رابطه تساهميه الثالثه معناها الرابطة دي ما بقتش تساهمية زي الأول دي بقت رابطة ضعيفة حاولتها من كوفيلنت إلى نون كوفيلنت أصل التكافؤ 2 بس هنا كان تكافؤ كام؟ 2 الرابطة ضعيفة اسمها تناسقية كوردينيت وده يسهل يبقى ميثايل إيه؟ دون ما يهمنيش كلام ده دلوقتي أنا يهمني إيه الحتة من الكوتايل أنت ضفتها بيبقى أكتف ميثيونين الحتة من الـ ATP فأنا سألت سؤال الحتة من الـ ATP هو الـ ATP اختصار كلمة إيه؟ ادينوزين ترايفوسفيت ادينوزين ترايفوسفيت رميت الثلاثه فوسفيت وركبت الجزء اللي اسمه ادينوزين تاني هو اي تي بي اختصار كلمه ادينوزين ترايفوسفيت حرمي ثلاثه فوسفيت وركب جزء اللي اسمه ادينوزين جزء من النيكوتايد لحد ناصح شويه بيعرف الجزء اللي ركبته من غير فوسفيت يبقى ده ايه نيكوتايد اس من غير فوسفيت يبقى نيكوتايد بالاس اللي هو الشوجر والناتروزنس بيز فنعرف بس الميثيونين سنه ثانيه لو اكتف فور راكب عليه حته من نيكوتايد اسمها ادينوزين يبقى اسمه على بعضه سام اختصار كلمه ايه سام بقى دي اس ادينوزين ميثيونين صار ايه بقى اس ادينوزين ميثيونين
يبقى تاني سام في حته من الجي بي اسمها ادينوزين، وسام اختصار كلمه ادينوزايل بيتونين تاني. نيوكليوتايد ارسمهم مع بعض، قصد ايستر اعمل واخزن معلومات وراثيه، او نيوكليوتايد مع نفسه اخزن عليه طاقه عاليه جاي من كرتيك الجلوكوز، او اطلع منه سكن مسنجر اثناء طريقه عمل الهرمونات والنيورو ترانزيتور داي سايكلين بي، او ستراكشر اخر ده جواد من نيوكليوتايد ده جواد من نيوكليوتايد، او اكت فورم بيتونين اسمها اس ادينوزايل بيتونين. في حاجه بقى اخيره في سنه ثانيه مش هقول اسمها دلوقتي، انا ساعات في سنه ثانيه السكر ابو ست كربونات اللي اسمه جلوكوز، او واحد شبهه برضه ست كربونات اسمه الجالاكتوز، دول مهمين قوي مصادر طاقه وبينهم مشتقات مهمه بينهم، ساعات بركب عليهم الكوتاي. يعني ساعات الاكتف فورم جلوكوز اسمها ايه؟ ساعات الاكتف فورم جلوكوز ابو ست كربونات اسمها يو جي بي جلوكوز، راكب عليه حاجه اسمها يو جي بي جلوكوز، ده الكربوهيدرات ده الشوجر ست كربونات. يعني ايه يو جي بي؟ يعني تقول جلوكوز وتقول رابطه يو جي بي. يعني ايه يو جي بي؟ هتقول يوراسيل وانا يو جي بي داي فوسفيت، يعني شايل فوسفيت، يعني جلوسايد ولا نيكلوتايد؟ يبقى ما تقولش يوراسيل، قول يوريدين داي فوسفيت، مش النيتروجينس بيس لوحدها يوراسيل، لكن بالشوجر الفوسفيت تبقى ايه؟ يوريدين داي فوسفيت. فساعات هتلاقوا سنه ثانيه الاكتف فورم اوف جلوكوز او شوجر ثاني جلاكتوز اسمها مش جلوكوز يو جي بي جلوكوز، او يو جي بي جلاكتوز يو جي بي اختصار كلمه يوريدين داي فوسفيت. ليه بقى ساعات يبقى الاكتف فورم كده؟ معلش معلوماتي كلها في سنه كام؟ سنه ثانيه، عشان كده هيبقى جمع حاجه ما خدتهاش، يبقى انا حفيظ بس وصميم ما بفهمش حاجه، لما اجمع حاجه ما خدتهاش معناها ان انا بحفظ، صح؟ ولا عادي بالنسبه لكم؟ عادي، انا مش عادي والله. المفروض اخد الحاجه باصعب الطرق واسوأها ولا باسهل الطرق؟ وتبقى هي نفس الحاجه، هو مش هبل خلاص يعني، بس على مود. ثانية واحدة، بنيكوتايد بيعملوا تي ان اي او ار ان اي هاي انرجي، بنيكوتايد بيخزن عليه طاقة زي بي تي بي او سورس اوف سكند مسنجر زي السايكليك ام بي، او راكبه على او حتة من الكونزايم زي الناد ويل جو داخل جوه نيكوتايد، او الاكتف فورم بتيونين سام اس انزايم بتيونين، او ساعات الاكتف فورم جلوكوز اسمها يو جي بي جلوكوز. اخر حاجة الخواجات جابوا نيكوتايد في المعمل وحوروا شكلها غيروه. طب ليه يعملوا اشباه النيكلوتايد انالوجز؟ حد يبقى توقع لما خواجه يقول نيكلوتايد اللي هو طبيعي عندك ياخدوه من الخلايا في المعمل ويزودوه مجاميع كيميائيه من عندهم يعملوا اشباه نيكلوتايد اللي هو ناويين يعملوا ايه؟ نعم؟ يوقفوا شغله، يعني بيكسروا، يعني بيصنعوا كومبيتيتيف انهيبيتور. شبيه نيكلوتايد يعني هيوقف شغله، يعني ايه؟ يعني الشريط ده هيركب على تي ني سران وانت بتبني جوه الخلايا نيو سران، هيديك ده دواء شبيه نيكلوتايد ويخش جوه الخلايا ويركب على تي ني بدل النيكلوتايد الحقيقي، ومش هتعرف تركب نيكلوتايد تاني وراه، مش هتعرف تعمل وراه بوصله ايستر، يعني وقفت الدي ان اي سان. هنا تاني هتبقى ادويه اشباه نيكلوتايد هتخش جوه الخلايا بتاعتك وتركب على تي ني النيو سران اللي بتبنيها او تي ني، بس مش هتعرف تركب على الشريط النظر نيكوتايد بعديه، مش هتعرف تركب بعديه فصل ايستر بوند، وقفت الدي ان اي سانثيسيس واستفدت انا ايه ان شاء الله؟ انت وقفت حاجه يبقى ده انتي كانسر، لما وقفت دي ان اي سانثيسيس ولو وقفت دي ان اي سانثيسيس بكتيريا يبقى انتي بايوتيك، دي هتبقى ادويه بعد كده بس اسمها بعدين اشباه النيكوتايد، هتبقى مش نيكوتايد، هتبقى كومبيتيتيف انهيبيتورز، هيوقفوا الدي ان اي سانثيسيس في هيومن وبكتيريا. احنا عارفين دلوقتي في اخر صفحه 6 خلصنا 4 اللي هي الهيليكس، اللي هي ايه؟ ناخد بريك ربع ساعه. هنا بالعكس اللي بتظهر من قدام رايحه شمال، اللي بتظهر من قدام رايحه شمال شمال، واللي من ورا هي اللي رايحه ايه؟ يمين. يبقى ده اتجاه الدوران، احط ايديا الشمال شمال شمال شمال، من قدام رايحه شمال، يبقى ممكن ارسم ايديا الشمال واقول كلمه ايه بقى؟ ليفت هاند هيليكس. يا ترى انهي مور كومن في النيتشر؟ اتجاه دوران يمين ولا شمال؟ يعني رايت هاند هيليكس ولا ليفت؟
الحقيقه هيبقى المور كومن الرايت. هي المور كومن ايه؟ الرايت. زي ما هنشوف دلوقتي. طب اسال سؤال، طب ايه الخطوط الحمراء دي معناها ايه؟ الهيدروجين بوند، الهيدروجين بوند ما بين البيزز اللي انت قلت بين الاي والتي كام هيدروجين بوند؟ اثنين، والجي والسي ثلاثه هيدروجين بوند. اسال سؤال، طب الهيدروجين بوند بتبقى ما بين بيز مع نفسها ولا في بيز الناحيه الثانيه؟ متهيألي في بيز الناحيه الثانيه. بيز مع نفسها ولا في بيز الناحيه الثانيه؟ عشان هقول بيز بير، هقول كلمه ايه؟ يعني ايه بير؟ اخوات، زوج. بيز وبيز، بيز ايه؟ بير. يبقى تاني الدي ان ايه دبل ستراند شفناها، تو ستراندز وانتي بارلل عشان البيز يبقوا ضد بعض يعملوا هيدروجين بوندنج وتفتوا شهر لبره مش كده برضه؟ وقلنا ده بيديله دبل ستراند حمايه ضد الاكسو نيوكليز ما شفناش الهيليكس. فكنت بسال هل في فرق بين الهيليكس دي والهيليكس دي؟ اه، اتجاه الدوران. هنا لما تشيل ده من قدام رايحه يمين، رايحه يمين، رايحه يمين. من ورا هي اللي رايحه ايه؟ شمال. من قدام رايحه يمين يبقى اسمها رايت هاند هيليكس، لكن هنا من قدام رايحه شمال، شمال يبقى اسمها ايه؟ ليفت هاند. هل في شكل مور كومن ان نيتشر؟ مين هيبقى مور كومن؟ الرايت هاند. وطبعا دي الهيدروجين بومب بيز مع نفسها ولا بيز بير؟ مع البيز اللي على الستراند الثانيه. طيب ما خلاص، لا مش خلاص، تعالوا نشوف في ثلاث اشكال للدبل ستراند، ثلاث اشكال للدبل ستراند دي ان ايه. ايه بقى الاشكال الثلاثه؟ اهو المقصود بالبي 4. المقصود بالA4 بس هيبقى المور كومن واللي وصفه واتسون اند كريك هو الB4. والمقصود بكلمة Z4. نشوف الأول ايه المقصود بالB4. البي 4 اللي أنا رسمه ده ألاحظ الآتي، إن هو رايت هاندد هيليكس مش كده؟ ده في حاجة كمان ايه؟ انه الاتي، لو تلاحظوا على السطح الخارجي حفرة صغيرة حفرة كبيرة، حفرة صغيرة حفرة كبيرة وهكذا. هنا بقى كبيرة صغيرة، كبيرة صغيرة مش كده برضه ولا ايه؟ حفرة دي ايه؟ صغيرة، لكن دي يعني alternating بالتناوب major and minor groups. ماشي، يبقى في حاجه اسمها major and minor. حد يقول لي هل ممكن الحفر دي تبقى لها فوائد معينه على سطح الدبل ستراند هيليكس؟ هتبقى فوائدتها ايه مثلا الحفر دي؟ سايت فور وات؟ بايننج اوف هو؟ تايم يعني بروتينز. اطلق العنوان الاول، قول الحفر الصغيره والكبيره اماكن وصول وبايننج اب بروتينز بتنفع دي ان ايه، زي البروتينات اللي بتخلي دي ان ايه اللي هو طوله شريط 2 متر يتطبق في مسافه صغيره في النيوكليس هيستونز. قد تكون دي اماكن راكب عليها هيستونز. يبقى الميجر والماينور جروبس دول مهمين، قد تكون اماكن بايننج اب هيستونز اللي بيتطبق حواليهم دي ان ايه او نون هيستون بروتين زي حد كان عايز يقول. ليه قال انزيمز؟ اصله ما انت ساعات بتحب تقرا ستراند اوف دي ان ايه وتعمل نيو ستراند عشان تعمل ريبليكا من الجينيتك انفورميشن عشان توزعها على تو دوتر ايه؟ سيلز. طب هتقرا الدي ان ايه وتعمل نيو ستراند ازاي؟ بانزيم اسمه دي ان ايه بوليمريز. قد يكون الحفر دي سايت اوف بايننج اوف دي ان ايه بوليمريز والمساعدين بتوعه. في واحد يبعد تو ستراند اسمه هيليكيز عشان ابعد تو ستراند عن بعض عشان اقرا كل ستراند على حده. يبقى هنا الحفر دي مهمه، الميجر والماينور بايننج اوف ستونز اللي هي بتلف حواليها دي ان ايه وتطبق في مكان ضيق في النيوكلاس، ونون هيستونز بروتين زي مين؟ نون هيستون دي ان ايه بوليمريز والمساعدين زي الهيليكيز او انزيم تاني. انا ساعات بقرا بقى حته من الدي ان ايه كده شريط صغير، حته صغيره شريط صغير اسمه جين.
عشان اطلع منه رساله متحركه اسمها مسنجر ار ان اي وترجمه بعد كده الرساله ده. فالانزيم بقى اللي بيقرا دي ان اي عشان يعمل ار ان اي رسول ده ما اسموش دي ان اي بوليمريز، ده بيصنع ار ان اي اسمه ار ان اي بوليمريز، يعني عمليه النسخ هتدخل جين الى مسنجر ار ان اي. وفي انزيم ثاني غير دي ان اي بوليمريز اسمه ايه؟ ار ان اي بوليمريز. والمساعدين بتوعه برضه بروتينات يركبوا اسمهم عوامل النسخ اسمهم ترانسكريبشن فاكتورز. يبقى اذا الجروبس دي مهمه ميجر لاين سايد اوف بايندينج اوف بروتينز الاول قد يكون هيستونز او نان. طب هيستونز دي عشان تيجي تطبق في مسافه صغيره، طب النان هيستونز زي مين؟ دي ان اي بوليمريز وعوامل زي ليكيز او ار ان اي بوليمريز بيصنع الار ان اي الرساله واعوانه اسمهم ترانسكريبشن فاكتورز. خلاص عرفنا ان في ميجر وماينر جروبس حفره صغيره كبيره بالتناوب الترنيتيف ورايت هاند اتجاه دوران. طب ما قلتليش بقى اللفه الكامله 360 درجه فيها جنب ستير، اللفه الكامله 360 درجه كام بستير اهو على 360 درجه اللفه 10 ونص. يعني ايه 10 ونص؟ يعني عدوا في اللفه 10 من بطايق، طبعا شيء مميز البيس يعني 10 بوتايب وحته وفي حته. امال يبقوا عملوا حاجه عملناها زمان في الالفا هيلكس، عدوا ايه؟ 10 لفات. 10 لفات كاملين ورا بعض، ولما عدوا 10 لفات كاملين ورا بعض لقوا جواهم 105 بسبير. وهم ايه؟ 105 بسبير. اقسم على عدد ال 10 لفات متوسط اللفه كام؟ 10 ونص بسبير كرتير اللفه الكامله بس درجه. يبقى دي عدوها ازاي؟ 10 لفات كاملين 105 بسبير قاسم على عدد ال 10 لفات المتوسط الحسابي. هو ده الموديل المور كومن البي 4 بتاع واتسون اند ايه؟ اند كريم. بس حكايه الميجر والماينور جروز برضه بصوا الميجر والماينور انا ما رسمتش الدبل هيلكس كده. لو كنت رسمتها بالشكل ده كانت كل الجروبس تبقى قد ايه؟ قد بعض، تبقى قد ايه؟ ما رسمتهاش كده. انا رسمتها بطريقه معينه التو سترانز لزقتهم في بعض شويه بحيث يظهر هنا ماينور وهنا ميجور، هنا ماينور وهنا ايه؟ ميجور. يعني ايه؟ خليتهم متوازيين لبعض شويه عشان اخلق الميجور والماينور ايه؟ جروبس في الرسمه يعني، ده طريقه يعني. طب هل ده كومن؟ لا مش كومن، ده مش في جسمك اصلا، ده في الانبوبه. عملت ايه في الدي ان ايه في الانبوبه يعني؟ نشوف عملت فيه ايه. ده بقى في الانبوبه دي هايدريتد دي ان ايه. حد يعرف يعني ايه دي هايدريتد؟ شلت منه الميه. دي هايدريتد شلت هو دي ان ايه دبل هيلز حواليه ووتر نورمال. ايوه مش قلت بروسيت الشوجر بره وعليهم تشارج بيحبوا الميه؟ مش انت قايل الجزء الخارجي بتاع الدبل ستراند بروسيت الشوجر بيحبوا الميه والنيتروجين سبيس هما اللي جوه نسبيا لس هيدروفيلك هيدروفوبك اكتر؟ ده اللي قلته. يبقى حواليه ووتر. طيب انت هتحطه في الانبوبه هتسحب من حواليه الووتر ازاي؟ هتخليه مجفف يعني؟ هحط عليه في السوليوشن في الانبوبه ملح عالي التركيز. الملح عالي التركيز يعمل ايه؟ يشفط الميه اللي حوالين الدبل هيلكس، يشفط الميه جففته، يبقى اسمه دبل ستراندد هيلكس عادي ولا دي هايدريتد؟ دي هايدريتد. بس يبقى شكله ازاي؟ او انا مش في جسمي، واضح مش في جسمي. يبقى شكله ازاي؟ لما حاجه تجففها من الميه تنفش وتكبر ولا تكش؟ كش. تعالى نكشكش. هو كش على نفسه. طبعا ده شكل مبالغ فيه. ده شكل ايه؟ عشان يبان الفرق جامد يعني. اسال سؤال. بصوا على الحفر اللي كانت موجوده لسه في ميجر وماينور وتقريبا اختفت. عشان كاش على نفسه. هنا تقول الجروفز بقت ايه؟ تقريبا نو ايه؟ جروف تقريبا اولموست ديسابير، اولموست ايه؟ ديسابير. بس لازال رايت هاند، لازال لافت على ايدي اليمين برضه رايت هاند. هنا بقى السؤال يا ترى كام لفه كام قصدي بيس بير
في اللفه 360 درجه لفه كامله. هنا بقى اسال سؤال، لو عندك كويل حاجه كويل وضغطت عليه عشان يقصر، يعني ضغطت عليه او عشان يبقى اقصر، اللفه تضيق ولا توسع؟ توسع، يفتح اكتر. لو عندك كويل وانت ضغطت عليه كده قصرته الطول بتاعه، هتلاقي اللفه ايه؟ فتحت وسعت، فتحت وسعت، اللفه بقت اوسع، يبقى النمبر اوف بيس بير هيبقى اكتر، يبقى ايه؟ اكتر من الاول، بدل 10 ونص هيبقهم. وفي طلبه قاعدين فاكرين ان البيزس مثلا ولدوا وزادوا وحاجات غريبه كده وحاجات صعبه قوي الحقيقه، يعني اصل هما زادوا ولا ايه بالظبط؟ ولدوا ادام اللفه وسعت والبيس بير فيها عدد وزاد، يبقى عدد اللفات لازم يكون ايه؟ عدد اللفات ايه؟ هما ساكتين كده، يبقى هما خلوهم يولدوا فعلا. اصل البيس بتولد. لو افترضت ان هنا بالشكل العادي كان فيه 100 نيكلوتايد، كم؟ 100 في الشريط، وهنا برضه 100 زيهم. ال 100 دول عاملين 10 لفات. لا اقول كده كل لفه فيها 10 بسهوله. ال 100 كل لفه فيها كام؟ 10. يبقى كام لفه؟ 10 لفات في 10 نيكلوتايد ب 100. مش هم 100 نيكلوتايد وكل 10 عاملين لفه واحده، يبقى 10 لفات، 10 في 10 ب 100. لا هنا اللفه فيها 12، يبقى 10 لفات برضه. هما كده هما ولدوا بقوا 120 ولا لسه 100 زي ما هما؟ يبقى عدد اللفات ده ايه؟ اقل. يبقى عشان لفه توسع والبيسز يزيدوا لازم عدد اللفات يكون ايه؟ اقل. مره ثانيه، لو عندك كويل وضغطت عليه كششت، ضغطت عليه الدايره تقفل ولا توسع؟ تفتح، يبقى عدد البيس بير ايه؟ زاد. ما زادش قوي بس زاد، بدل 10 ونص يبقى كام؟ ما بيولدوش، هو نفس العدد الكلي بس اللفه وسعت، يبقى عدد اللفات ايه؟ ده في جسمك ولا ده مجفف؟ ده في جسمك بس قليل. ايه بقى ده؟ زجزاج. يعني شكله الزجزاج ده اهو. طب ايه اللي خلاه زجزاج كده؟ هو فعلا زجزاج شكله. هل في سيكونس معين؟ في سيكونس معين يجي زجزاج. انا كنت راسمه كده ولا كنت راسمه فيري سموث كده؟ نعم، ايه اللي زجزجه؟ انا اسال سؤال سنسي عقلاني، اللي هو لو عندك شريط مفروض، ايه اللي يخليه يتني على نفسه كده؟ حصل ايه؟ يعني انت قصدك تقولي في نقطه هنا ما ونقطه هنا انت قربتيهم من بعض، الجزء في النص الثاني، في نقطة من هنا قربتهم من بعض، لو عندك حبل مفرود أو مفرود. سؤال، لو عندي حبل مفرود أهو، معايا هنا، النهارده الحبل هيقع. لو جبت نقطة في الحبل هنا نقطة نقطة، ونقطة تانية في نفس الحبل، نقطة في الحبل، نقطة تانية في نفس الإيه؟ وقربتهم من بعض، اللي في النص يحصل له إيه؟ التاني، اللي في النص يحصل له التاني تاني. لو عندي حبل ومسكت نقطة في هنا ونقطة هنا وقربتهم من بعض، اللي في النص إيه؟ التاني. بس إنتاجك بتاعك صح، إن أنت حصل هنا في الحتة السيكونس المزجزج ده اللي قبليه عادي، اللي قبليه بي فورم عادي، واللي تحتيه برضه ايه؟ بي فورم عادية، ان انت نفس الاستناد مع نفسها عملت هيدروجين بوم، وايه اللي يخلي نفس الاستناد مع نفسها تعمل هيدروجين بوم مع نفسها فتبقى زجزاج بقى؟ السيكونس ده الزي ما بيظهرش غير في السيكونس ده. alternating يعني ايه؟ التناوب بيورين اند بايرميدين. لا اديني مثال بالتناوب بيورين وبايرميدين. جي سي جي سي بقى ده بيورين وبايرميدين ورا بعض؟ طبعا. ما هو سي اسمها بيورين لكن السي اسمها بايرميدين، يبقى جي اسمها بيورين لكن السي بايرميدين. فمش انتوا اصلا يبقى تو ستراندز، طبيعي ان الجي بتعمل ثلاث ترابط هيدروجين بوند مع السي؟ مش طبيعي لما يبقى تو ستراندز
دي ودي بيعملوا ثلاثة على جنب بعض الجي والسي، بس الظاهر المرة دي إنه عملوا مع بعض هايدروجين بوندينج واحدة جي مع سي على نفس الستراند، واحدة سي مع جي على نفس الستراند، فالستراند بقت ستريت كده ولا بقت زيجزاج؟ بس أنا برضو حتى لو أنت قلت كده دي ناتجة عن هايدروجين بوند على نفس الستراند بشكل زيجزاج، عشان ده سيكونس اللي اسمه alternating purine and pyrimidine، لازم أسأل برضو سؤال بديهي تاني. طب ما ده هيبقى على حساب هو الستراند مع نفسها ولا فيها another strand؟ another strand وده هيبقى حساب عدد الهيدروجين بوندينج لو دي جي ودي سي على عدد الهيدروجين بوند مع الستراند التانية، ومفروض الجي مع سي تعمل كام هيدروجين بوند؟ ثلاثة. انت عملت واحدة هنا يبقى هنا مش هيبقوا ثلاثة، هيبقوا ايه؟ يعني هيدروجين بوند مع الستراند التانية هيقل، ما حاجة على حساب ايه؟ حاجة تانية علاقتك مع الاخر ايه؟ ستراند. مفروض هنا يبقوا ثلاثة هيدروجين بوند، بس انت عملت مع اللي بعدك يا برضو ايه؟ هيقل. وده من هيدروجين بوند ما بين التو ستراندز هيقلوا في المنطقه دي بالذات، هيدروجين بوند ايه؟ هيقل. يبقى التو ستراندز قريبين من بعض ولا بعيدين عن بعض؟ يبقى اللفه اوسع، ولما اللفه تبقى اوسع يبقى النمبر اوف بيس بير يبقى ايه؟ اكتر. ايه؟ مش انت عملت هيدروجين بوند على نفس الستراند بقت زيجزاج؟ طب مش ده على حساب الهيدروجين بوند على الناحيه الثانيه؟ الستراند الثانيه هيبقى عددها اكتر ولا اقل؟ اقل من المعتاد. فبالتالي لما الهيدروجين بوند تبقى اقل مع السراند الثانيه التو ستراندز يبعدوا، تبقى اللفه القطر بتاعها يبقى واسع. يبقى توقع بقى ان اللفه 360 درجه يبقى فيها رقم زي الاول ولا اكتر من الاول كمان؟ اكتر من 12 بيس بير. مبرره ان انت عملت هيدروجين بوند مع نفس الايه؟ السراند مع نفسها، السراند مع ايه؟ نفسها، فبقت زجزاج وبقت اللفه اوسع، وبدل 10 ونص بدل 11 بقت كام بقى؟ 12 بيس بير. ده تاني الشكل المركومة بي 4 اللي هو بي اللي هو رايت هاندد قاعده رابع يمين، اللي هو اللفه الواحده فيها كام بيس بير؟ 10 ونص. مش بس كده وفيها ميجر وماينر روز ذا سايد اوف بايننج اوف هيستونز اند نون هيستون بروتينز. ده في جسمك ولا في الانبوبه؟ الانبوبه ده مجفف بملح عالي التركيز وكش على نفسه، الجروز اختفت، لازال رايت هاندد، بس اللفه بقت اضيق ولا اوسع؟ اوسع. بدل 10 ونص بقت كام؟ 11. وده في جسمك قبليه بي وبعديه بي وفي الوسط زي، قبليه بي وبعديه بي في الوسط ايه؟ مش معنى ده زي عشان نعمل هيدروجين بوند، عشان الترنيتنج بيورين اند عملوا مع بعض على نفس الستراند هيدروجين بوند، فبقى زجزاج. زجزاج اهو alternating purine and the A GCGC معناها purine pyrimidine purine pyrimidine ورا بعض، فهنا عملوا هيدروجين بوند على نفس الستراند بقت كده سموث ونعمه ولا زيجزاج لايك؟ وهنا هيدروجين بوند مع نفس الستراند على حساب الهيدروجين بوند مع الستراند الثانيه، فالمسافه توسع واللفه اوسع يبقى فيها مور ايه؟ بيس بير. ما عنديش تفسير بقى في الشكل الاخير ده، ده نورمالي عندك بس الكميات ايه؟ قليله. هو كل السيكونس بتاعك جي سي جي سي ولا اي تي اي تي ورا بعض؟ يورين وبعدين ورا بعض؟ لا طبعا، ده سيكونس معين قليل عندي، لكن موجود بس قليل. لكن ما عنديش تفسير بقى اشمعنى ده قلب اتجاه الدوران بقى ايه بقى؟ ليفت هاند. ما عنديش تفسير ليها، بس الطلبه هنا بيسالوا سؤال مشهور. ما اعرفش ليه قلب اتجاه الدوران من الرايت هاند الى ليفت، بس في سؤال مشهور بيتسال هنا في الحته دي. ما تخافش اسئله حول الاس. نعم؟ لا مش داخل بخير والله، اللي بره فوسفيت وشوجر واللي جوه مفيش ناس بيس ما تغيروش اهو، بس عامل هيدروجين بوندنج اقل بس اهو من جوه البيس لجوه. نعم؟ فايف هنا 5 برايم فوسفيت وهنا 3 برايم اتش. انا بتكلم دي حته في نص التين ايه؟ هنا مفيش اطراف، انا هنا مفيش اطراف، دي حته ماشيه رايت هاندد والثانيه ماشيه رايت هاندد، ودي اللي هي البي 4، وهنا برضو ايه؟ ما معظم التين ايه عباره عن ايه؟ جت حته في النص تبقى حته في النص تبقى ايه؟ تبقى اكس تبقى زي عامل زجزاج، حته جت في النص تبقى زي كده
حته متزجزجه. انا فين هنا الفوسفيت والاو اتش وفي اخر الدي ان ايه الاطراف خالص؟ يعني واضح ما عندوش سؤال. يعني طول العظيم بيسال بيقولوا يعني انت عندك تو سنات هنا لافين على ايدهم اليمين، كانوا هنا برضو تحت لافين برضو على ايدهم الايه؟ زي الات الاتجاه في الوسط على ايدك الايه؟ الشمال. الشمال يعني هندسيا ماشيه ازاي دي؟ حبلين لافين حوالين بعض يمين، لافين حوالين بعض يمين، جوه في النص قلبوا لافين حوالين بعض شمال. نقطه الالتقاء دول الناس عندها تخيل الاشكال، خيال واسع شويه، يتوقعوا ايه اللي حصل في نقطه الالتقاء هنا. نعم؟ حاجة من الاثنين، يا التو سترانز رخوا من بعض باجوا وابتدوا يلفوا بس اتجاه الدوران ايه؟ ألبس. يا اما لفوا حوالين بعض اوفر تويستد، لفوا حوالين بعض اكتر من ايه؟ مره في قلب اتجاه. يعني ممكنه هندسيه عشان تقلب اتجاه دوران من يمين بيمين وفي الوسط حته لوحدها شمال، نقطه الالتقاء حصل فيها ايه؟ نقطه الالتقاء حصل فيها ايه؟ التو سترانز رخوا بعدوا عن بعض وابتدوا يلفوا يعني كده بقى ايه؟ بالعكس شمال، يا اما لفوا حوالين نفسهم اكتر من مره فقلبوا اتجاه من يمين الى شمال. وانت لما تبقى ماشي في الشارع راكب، انت راكب بس ما بتسوقش عربيات، راكب التاكسي وبعدين لف اليو تيرن، مش عايز اسمها يو تيرن في الجزيره، مش عايز اسمها لف وارجع. طب انا لقيت يو تيرن ورجعت تاني، رجعت لايه؟ رجعت لايه؟ الاولاني ولفيت تالت عكست، هتلاقي دي لفت حوالين نفسها اكتر من ايه؟ اكتر من مره، اكتر من ايه؟ فالخلاصه ممكنه. الخلاصه ايه؟ مين المور كومن ده؟ البي 4 اللي هو فيه جروبس سمول ماشي وماين بيركبوا عليهم بروتينات، اللي هو اتجاه دوران رايت هاندد اللي فيه كام بسبير في اللفه؟ 10 ونص. ومين الليس كومن وعندك؟ زد سي 4 اللي فيه الترنيتنج بيورين اند بايرميدين، بس بقى رايت هاند يبقى. وهنا بيبقى التو سترانز بعدوا شويه عن بعض عشان عملت علاقات في نفس السترانز مع نفسها، فبعدوا شويه فاللفه بقت اوسع، اصبح فيها كام؟ 10 ونص؟ لا كام بقى؟ 12 سبير بير. المور كومن واتسون كريك اللي هو دي فور. دي بس وصفه اخير في الايه؟ في الدبل هيليكس ده، غير بقى البي والاي والزي، بس وصف اخير ده. الوصف ده اسال سؤال، هل الشكل ده في فرق بينه وبين الشكل ده؟ بس انا خلصت الكلام الاول. في فرق بينهم والشكل ده؟ هل الفرق بين ده وده؟ اسال سؤال، ده كم سلندر فيه حوالين بعض؟ وده كم واحده؟ اثنين برضه والله. يعني ده دبل ستراندد وده دبل ستراندد، بس ايه بقى؟ ده دبل ستراندد لينير، يعني خط مستقيم، وده دبل ستراندد ايه؟ في فرق جوهري، ده له نهايات واطراف حره، ده ملوش نهايات ملوش اطراف ايه؟ هي الدايره ليها طرف حر، يبقى ده له نهايات واطراف حره وده ملوش. ده اللي موجود في الميتوكوندريا، اسف، في النيوكلياس بتاعتهم، نيوكليار دي ان ايه لينير. لكن ده اللي موجود فين بقى؟ ما الميتوكوندريا بتاعتكم فيها دي ان ايه، الميتوكوندريا بتاعتكم فيها دي ان ايه وجينات، وانت الميتوكوندريا فيها بروتينات بتنتج، هي فيها انزيمز، ايوه، بتوع حاجه اسمها سلسله ناقله الكترونات بتطلع طاقه، وحاجه ثانيه اسمها كيرف سايكل. الميتوكوندريا جواها جينات، لان جواها دبل ستراندد سيركر، لكن النواه بتاعتك دبل ستراندد ايه بقى؟ لينير. دي هتعمل لك مشكله في الدي ان ريبليكيشن، حكايه الاطراف الحره اثناء اكفار الدي ان ايه، بس هنحلها. الاطراف الحره دي هتعمل لك مشكله اثناء الدي ان ريبليكيشن اكفار الدي ان ايه، بس ليها حل يعني. يبقى ده اسمه دبل ستراندد ايه؟ لينير، لكن دبل ستراندد ايه؟ سيركل. ده النيوكلير ده الحقيقه ده ميتوكوندريال دي ان ايه، وممكن برضه بكتيريال دي ان ايه. ما هو البكتيريا بيبقى فيها سنجل كروموسوم بس السيركلر، دبل ستراندد ايه؟ سيركلر. بكتيريا والميتوكوندريا دي ان ايه بتاعي بتاع الايوكاريوتس بتاعي وسام فيروسز. يبقى تاني ده موجود فين؟ اللينير نيوكليار دي عندي انا،
نيوبيارديني والدرس انا تسافر عندي برضه بس ايه بقى مش نيوبيار عندي ايه ميتوكوندريا ديني وبكتيريا وسام فيروس امال ايه ده ده مش دبل ستراند ده ايه سينجل ستراندد سيركولار ده موجود في السمول فيروسز موجود فين بقى سمول فيروس كده خلصنا اشكال الدبل ستراندد هيليكس اللي هي الشكل الثنائي الابعاد البي فورم والاي والسي والاشكال اللي هنشوفها في النيوكليس والميتوكوندريا وسمول فيروسز الحقيقه انا كاتب ده تبع التيرشري قلت تبع الايه التيرشري ناقص حاجه برضه التيرشري دلوقتي هتكلم على التيرشري هتكلم عليه في التيرشري يعني طوله عرض وعمق يعني عايز اقول ازاي تي ان ايه اللي هو طوله على الارض الشريط 2 متر متطبق في النيوكليس عندكم في مكان ضيق هل انتوا لافينه حوالين حاجه بروتينز ستونز طب لافينه ازاي ده عايز اقول دلوقتي التيرشري ستراكشر ازاي لافين تي ان ايه حوالين الستونز عاملينها ازاي تنهزش انا كده مش خسر انا مطلع حاطه تاني بس انت حد كرسي من رجلي شو رجلي الكرسي هرزع دول عملت على كل احسان يعني كل احسان ممكن الدكتور يقولها لك وانت في العمل كده يعني شفت على حميد لما دارك المزلي انا كنت طبق بوليمه صغيره حوالين الستور مثلا سؤال اولاني هو تي ان ايه شريط عليه تشارج نوع ايه نيجاتيف فوسفوريك اسيد مسكرر بروتون دونر هايلي نيجاتيف يبقى اكيد الستونز اللي سمح لك تلف حواليها انها بروتينات هايلي بوزيتيف الستونز وده بروتين يعني سلسله من امينو اسيد والجزء اللي ظاهر من امينو اسيد الراديكال الجزء اللي ظاهر بيبقى اسمه راديكال ومين الراديكلز اللي عليهم بوزيتيف تشارج؟ اسيديك اسيديك امينو اسيد بروتون دونر ولا بيزك امينو اسيد بيزك اكسبتور اللي ادالهم بروتون اكسبتور يبقى عليهم اتش بوزيتيف يبقى عليهم بوزيتيف ايه؟ تشارج يبقى الستونز دي ريتش ان اسيديك ولا بيزك امينو اسيد فلازم اقول اسمائهم وده المبرر ان دي ان ايه هيلف حوالين الستونز reaching basic amino acid دينهم positive ودي ان ايه هاي ايه negative يبقى في مبرر مين هما البيزك امينو اسيد انت قلت مين ارجينين وايه كمان لايسين ومين ثالث استدين لا مش فاكر استدين لا يعني هذا بس يا ما ده دينو بيز NH2 تستقبل بروتون من الوسط المائي تبقى NH3 positive ده برضو ديلو كان زمان NH2 تستقبل H+ بوزيتيف المائي بروتون اكسبتور بوزيتيف وش معنى ست الاستدين مع ان ديلو برضو عليه بوزيتيف ايه في مبرر ليه ربنا سبحانه وتعالى استبعد هذا الاستدين من الهيستونز المبرر لهذا هو ده الاستدين كان حلقه اسمها ايه فيها بيس فعلا والله ال NH دي بيس بروتون اكسبتور استبعدتش بوزيتيف تبقى ايه؟ لا استبعدتها علشان الحلقه مالها؟ حجمها ضخم انا مش عايز الراديكال يبقى حجمه ضخم انت عايز التي ان ايه يلف بزوايا واسعه وياخد مساحه كبيره ولا يلف باضيق زوايا وياخد مساحه صغيره؟
اكيد عايز اتنوع في النيوكليس، يبقى يلف الدي ان ايه دبل ستراند يلف حوالين حلقه كبيره زي كده ولا حوالين راديكال صغير؟ راديكال صغير دي فكره الموضوع. انت لو انت مش مطبق الدي ان ايه هيتفرد ازاي في مسافه صغيره؟ هيطلع بره السيتوبلازم مش كده؟ الفكره انت عايز تطبقه، طب تخليه يطبق بزوايا واسعه ومفتوحه ولا زوايا ضيقه؟ يبقى احط امينو اسيد الراديكال ضخم ولا راديكال صغير؟ وبلاش الضخم، يبقى ده استبعدناه عشان ديله فيه ايه؟ حلقه هيبقى اللفه بزاويه واسعه، وانا عايزها بزاويه ايه؟ مبرره، يبقى مبرره فعلا. يبقى البيزك بروتين امينو اسيد بليستون اثنين بس، مين ومين؟ كميه كبيره طبعا من ارجينين، كميه كبيره من لايسين بس ما فيش استيتين. طب هو بقى لفه ازاي يعني؟ اهو المنظر اهو. اسم عيله البروتينز دي هيستونز، مفيش مانع يبقى في ممبرز جوه الفاميلي. احنا نفس العيله زي بعض ريتشنج بيزك امينو اسيدز. طب ليه في جوه عيله الهيستونز هيستون 1 هيستون 2 و 3 ممبرز؟ يعني اختلافات بسيطه في اعداد وانواع وترتيب الامينو ايه؟ اسيد. بس احنا 80% من الامينو اسيد زي بعض. فيري ريتشنج بيزك امينو ايه؟ اسيد مع اختلافات ايه؟ بسيطه. ففي هيستون 1 و 2 3 ممبرز جوه الفاميلي. ليه بقول كده؟ اصل دول 8 هيستون مولكيولز عاملين كومبلكس 6 8. الكومبلكس ده لف حوالين الدي ان ايه مرتين، المفروض يتطبق فعلا. وانا راسم غلط، انا راسم شريط، هو اديني شريط ولا دبل هيليكس؟ اه كده يبقى صح، دبل هيليكس. طب حد عارف او اظن انتوا عارفين من هيستولوجي ولا معرفش منين ان 8 مولكيولز هيستونز لف حواليهم الدبل ستراند الدي ان ايه مرتين لهم اسم؟ هم ايه؟ هو الاسم ده ما عداش عليكم حته؟ ثانوي. ايه؟ ثانوي. ثانوي؟ ماشي يا عم يلا اخدت حاجه ثانويه عامه الحمد لله. يكبسوه. هنا يبقى في سنجل هيستون مع نفسه اسمه هيستون 1 هيبقى اسمه سبيسر. يعني ايه سبيسر؟ يعني بيفصل بين حاجتين اهو، هيلف حواليه الشريط دي ان ايه مره واحده. ماشي يا عم مره واحده سبيسر ستون. طب بعد كده انذر نيكروسوم. انذر ايه؟ يعني ايه مره ثانيه نيكروسوم؟ 8 مولكيولز ستونز 4 6 8 ولف حواليهم دي ان ايه كم مره؟ مرتين. انذر نيكروسوم وهكذا متكرره الحكايه. يبقى دي هتبقى مكرره اكتر من مره كتير، نيكروسومز عددها كتير. يبقى ايه هو النيكروسوم؟ كام هيستون مولكيول؟ 8 8 ولف حواليه دي ان ايه كام مره؟ مرتين. لكن ده سنجل هيستون مع نفسه اسمه هيستون سبيسر. يعني ان بتوين فاصل او لينكر، يعني موصل ما بين ده وده نسميه سبيسر. يعني سبيسر يعني موصل ما بينهم او لينكر موصل ما بينهم ثاني واحده. طب دول اسمهم ايه الهيستونز دول؟ مش دول ممبر في حته الهيستون؟ بدل ما تقول 1 تقول، بدل ما تقول هيستون 1 تقول اهو ده 1 يبقى ده ايه؟ 2 مثلا. بعد 1 يبقى كام؟ بس انت كاتب على 2 حاجه غريبه قوي، 2A و 2B. يعني جوه عيله الهيتش ستون 2 في اثنين كمان جوه العيله قريبين قوي من بعض، اختلافات متناهيه الصغر. اختلافات متناهيه الايه؟ طب ما تكتب اسماء الستونز بص كده اهو، المفروض كام مولكيول؟ 8 اهو عيلة ال 2 بس 2 ايه؟ والتاني واحد برضه عيلة ال 2 بس 2 ايه؟ اختلافات متناهيه في الصغر ما بينهم. وهيستون 3 وهيستون 4. طب دول 8 ولا 4؟ 4 المفروض يبقوا 4 ولا 8؟ ما هو كل واحد منه نسختين، كل واحد منه ايه؟ نسختين. 2 من ده و2 من ده و2 و2 يجمعهم 8. لو التاني بقى يعني البروتين اللي بنطبق حواليه دي ان ايه؟ ستونز ريتشين بس هو حاسب بالذات مين؟ هارمون اللايسين وبلاش اس ال دي. طيب ايه هو النيكروسوم؟ 8 هيستون مولكيولز اللي هما 2A و 2B و 3 و 4 تايمز 2 ولف حواليهم دي ان ايه كام مره؟ مرتين. وايه هو اللينكر او السبيسر؟ ستون 1 لف حواليه دي ان ايه مره واحده. بعد كده لو جبت السته نيكروسومز 6 نيكروسومز طبقتهم فوق بعض هيبقى ده
هيبقى اسمه الكروماتيد. هيبقى اسمه ايه؟ الكروماتيد. لو جبت كام واحده؟ سته نيكروسومز، ده يتزنق في النص، ده يتزنق في الايه؟ ما بين سته نيكروسومز في بعض، يبقى ده كروماتيد. لو تو كروماتيدز في الوسط سنترومير يبقى ده مين بقى؟ كروموسوم. لو تو كروماتيدز في الوسط سنترومير يبقى مين؟ كروموسوم في الاخر. ده التيرشر ستراكشر بيبين ازاي الدي ان ايه فولد في مكان صغير حوالين بروتينات اسمها هيستونز، وايه هو النيكروسوم. ولو طبقت سته هيبقى ده مين بقى؟ كروماتيد. في ناس بيسالوا هي كروماتين دي الان، ده الصبغه بقى اللي انت لما بتصبغ بتلاقيها كروماتين دي الان، دي الصبغه نفسها اللي جوه الكروماتين، دي الصبغه اللي جوه الايه؟ كروماتين. بس اسال سؤال، هتفضل طول عمرك مطبق الدي ان ايه على الهيستونز بس ما بتحتاجش تفك الدي ان ايه ده تقرا الاسترانج وتعمل نيو سترانج؟ ساعات ما بتحتاجش تفك الدي ان ايه تقرا حته صغيره اسمها جين؟ ساعات بتحب تفك الدي ان ايه وتقرا حته صغيره فيه اسمها جينات وتعمل رسائل مسنجر ار ان ايه؟ يبقى ازاي تفك الدي ان ايه من الهيستونز مع انه لازق جامد لان هو عليه نيجاتيف وهم عليهم ايه؟ بوزيتيف. يبقى لازم تفك ساعات الدي ان ايه من الهيستون عشان تعمل نيو ستراند دي ريبليكيشن او تقرا جين اللي هو نسخ جينات الام ار ان ايه. سؤال حد عشان عنده فكره اتصرف ازاي لو احب احيانا افك الدي ان ايه من الهيستونز؟ هعمل حاجه اسمها من الاخر كده هيستون ريجوليشن. اسمها ايه؟ هيستون ريجوليشن. طب اعمل حاجه اتصرف. حط مين بقى؟ مش عارف ازاي حاجه تتحط. هتغطي حاجه معينه؟ هتغطي ايه؟ بوزيتيف شارج. يبقى هو ناوي يغطي الراديكال اوف ذا بيزك امينو اسيد بمجاميع كيميائيه مفيش عليها تشارج. لما يجي يعمل هيستون ريجوليشن ويفك الدي ان ايه ناوي يغطي الراديكال اوف ذا بيزك امينو اسيد بمجاميع كيميائيه مفيش عليها ايه؟ فيلغي البوزيتيف شارج او على الاقل يغطيها. فدي ان ايه تفك المجموعه الكيميائيه اللي بركبها على الراديكال اهي. السؤال، هل الهيدروكربون عليه تشارج؟ هل الهيدروكربون عليه تشارج؟ لا. طب يبقى كده لما تركب المجموعه دي تغطي البيزك امينو اسيد، تغطي تاجهم، تغطي البوزيتيف، تقدر تفك الايه؟ الدي ان ايه، تفك النيجاتيف اللي خلاص ما بقاش فيه ايه؟ بوزيتيف. هل الهيدروكربون عليه تشارج؟ بس حد يقول لي اسم المجموعه دي. اسمها مشتق من اسم الاسيد ابو كربونتين. اسمها مشتق من اسم الحامض ابو كربونتين اللي خلوا عندكم في المطبخ. اسيتك؟ دي اسمها اسيتايل. جنب كلمه ايه؟ اسيتك. اسمها اسيتايل ودي بتعمل هيستون ريجوليشن وتفك الدي ان ايه، واللي عملته ده اسمه هيستون اسيتايليشن. اسمه ايه بقى؟ طبعا واحد منكم بيسال هي جت منين؟ طبعا ده جوه الشابتر لسه هيبان. في حاجه اسمها دونر واسيتايل، مانح الاسيتايل بتاع ثانوي كان اسمه اسيتايل كويه. عايز مثلا اسيتايل كويه؟ اللي يجي من جلوكوز. يبقى دي هتبقى جايه من مانح اسمه ايه؟ اسيتايل كويه. بس بعد كده ان شاء الله. يبقى دي اسمها اسيتايل واللي عملته اسمه هيستون اسيتايليشن. يبقى احنا شفنا دلوقتي الدبل ستراندد هيليكس اللي هو بقيه السكند ستراكشر البي 4 والاي 4 والسي 4، وشفنا التيرشر ستراكشر الليبوسومز، وبعد كده الكروماتيد. ناقص كلمه اخيره شبه كلمه خدناها في البروتين. كان في حاجه اسمها بروتين ديناتوريشن، وفي حاجه اسمها دي ان ايه ديناتوريشن. اهو هي هو لسه لسه في السبعه بقى. في السبعه؟ في السبعه. بنعزيك يا ابو بنعزيك.
أسأل سؤال. الرابطة التساهمية القوية اللي بتعمل باكبون البروتين، أصل هو كلام مشابه أوي للبروتين. الرابطة التساهمية القوية اللي بتوصل أمينو أسيد ببعض اسمها بيبتايد بوند. هل في الديناتوريشن كنت بفك البيبتايد بوند دي ولا بس الروابط الضعيفة النون كوفيلنت اللي مطبقة البروتين إلى ثنائي ثلاثي الأبعاد؟ النون كوفيلنت بس، لكن بسيب بيبتايد بوند، لكن بفك الروابط الضعيفة وآخد البروتينات وأبوظ شكلها وأسمي العملية ديناتيو. انت ما استخدمتش فورس كافيه انها تفك البيبتايد بوم. اه ما استخدمتش فورس. حد فاكر البيبتايد بوم قويه تتفك بخناقه واحده ولا خناقتين؟ كانوا ايه؟ بويلينج بس ما ينفعش تفنر. احط البروتين سترونج اسيد اتش سي ال تو فورس مع بعض عشان افك البيبتايد بوم خناقتين، او بويلينج ان الكن برضه الكن قوي يعني خناقتين برضه، لكن بويلينج لوحده يفك النون كوفيلنت بونز بس الضعيفه. HCL لوحده نون كوفيلنت بوند بس ما يفكش بالتايد والاكل لوحده. وهنا كنت بسيل البيبتايد يعني بسيل البرايمري ستراكشر يعني اعداد وانواع وترتيب الامينو اسيد ما اتغيرش، لكن التطبيقه الثنائيه وثلاثيه الابعاد ايه؟ انتهت وراحت والبروتينات اتفرقت. ده الديناتريشن نفس الكلام بالظبط. الديفينيشن هفقد الروابط الضعيفه ومش هفقد الرابطه القويه اللي اسمها فوسفودايستر. مين الرابطة الكوفيلنت القوية اللي عاملة الباكبون بروتين ايه؟ فوسفودايستر. هستخدم فورس غير كافية انها تفكها. طب مين الروابط الضعيفة اللي كانت موصلة التو سترانز مع بعض؟ الهانش بوند اللي هي اهي الاي والتي والجي والسي، هما دول اللي هيتفكوا. لكن الشريط هيفضل سليم، الشريطين هيبعدوا عن بعض. لو ده شريط سترانز بروتين ايه وده التانية وهنا النيتروجينس ايه؟ بيزس، فانا هتفك الروابط اللي كان اسمها ايه؟ الهيدروجين بوند، دي اللي هتتفك، لكن الفوسفودايستر مش هلمسها، وهكتب في الديفينيشن اهو لوس اوف الهيدروجين بوندز. الروابط قوية ولا ضعيفة؟ ضعيفة، without losing ايه؟ without losing دي الرابطة القوية فوسفو. يعني هل في نيكلوتايد هيطير؟ هل في نيكلوتايد هتخلع؟ لا، الشريط مش هينقص نيكلوتايد without losing the phosphodiester ايه؟ طب ايه الفورس اللي استخدمتها؟ هل فورس كافية تفك الفوسفودايستر بوند ولا غير كافية؟ ده هل بويلينج ان اتش سي ال ولا ممكن يكون بويلينج لوحده من غير اتش سي ال؟ او HCl لوحد مين HCl ده؟ ده الاسيد او اسيد بلاش HCl او اسيد لوحده من غير بويلنج او الكالي لوحده من غير بويلنج، يبقى تو فورس ولا فورس واحده؟ فورس واحده. ففكت الرابطه الضعيفه من غير ما تفك الرابطه القويه، مفيش فوسفودايستر بوند هتتفك. كل فوسفودايستر بوند هيبقوا ايه؟ سلام ما بين النيكلوتايد اللي هتفك الرابطه الضعيفه اسمها ايه بقى؟ عشان تفك الهيدروجين بوند ومن غير ما تفك الفوسفودايستر. ايه نتيجه هذا العمل؟ النتيجه اهي قدامكم. ايه ده اسمه ايه ده؟ يعني ايه؟ دبل ستراند هيليكس. مش ده الدبل ستراند هيليكس برضه؟ طب الروابط الهيدروجين بوند الحمراء دي هتقعد ولا تتفك دلوقتي؟ ما تقول كده. النتيجه حاجتين ورا بعض. اول حاجه اسمها loss of the helical structure. اسمها ايه؟ loss of the helical followed by الهيدروجين بوند فك followed by separation. الازرق راح في ناحيه والاسود راح في ناحيه ايه؟ اخرى. يبقى نتيجه denaturation بحراره لوحدها، باسيد لوحده، بالكالي لوحده، ما فكتش الرابطه التساهميه. الشريط لسه شريط سليم، ما مش متقطع لقطعه ولا حاجه، بس حصل ان التو سترينز لا زالوا جنب بعض ولا فكوا من بعض بس على مراحل. الاول ايه؟ loss of the helical structure followed by separation. انت بتعمل الكلام ده ليه؟ بتلعب يعني مع الدي ان ايه مش كده؟ عايزك تخلوا في انبوبه والتو سترينز يبعدوا،
انت لو برده يرجعوا تاني. لا ده اساسيات تكنيك للتعامل في الاكوه في المعمل اللي هو تجربه اسمها اكسار الدي ان ايه. ازاي تتفطر عن دي ان ايه في انبوبه؟ لازم تبص نازله بعيدهم عشان كل واحده تبقى لوحدها، فاقرا كل واحده بانزايم يعمل نيو ستراند قصاد القديمه، وبدل ما يبقوا اتنين يبقوا كام؟ اربعه. فلازم اسخن الانبوبه شويه قبل تو ستراند ان انا افك روابط الهرج، اوعى بقى تقطعها الى قطع صغيره. التو ستراند سليمه بس اتفكت من زبالتها، وتحط دي ان ايه بالبريز يعمل هنا نيو ستراند، ونيو ستراند يبقوا كام بقى؟ اربعه بدل اثنين، وابرد الاثنينات يرجعوا لبعض. ما هو اذا الهرجن بوند هترجع تاني، ما هو الحراره فكت الهرجن بوند ازاي؟ الحراره بتدي طاقه حركيه للاتومز يتهزوا فتفك الهرجن بوند الضعيف، برد الاتومز تهدى وتبطل تتهز ويعملوا هرجن بوند. فمثلا لما ابقى بردها تاني الاثنينات يرجعوا، وبعدين اسخنها فيتفكوا ودخل انزايم، والاربعه يبقوا 8 ودوره ثانيه يبقوا 16 وان شاء الله 40 دوره نكتر كميه الدي ان ايه. ده تكنيك هناخده جواه دينيتوريشن اسمه بعد كده ان شاء الله بوليميريز تشين رياكشن عشان نكتر الدي ان ايه جوه الانبوبه. ثانيه واحده، طب انت ما بتكترش الدي ان ايه جوه الخليه بتاعتك؟ اكيد بكترها. طب انت عندك تسكين جوه الخليه؟ ولا في انزايم يفك الهيدروجين بومب؟ هيبقى اسمه هيليكيز. هيبقى اسمه ايه بقى؟ هيليكيز. بس انا في الانبوبه بالحراره يعني. يبقى ده اسمه دينكريشن لغايه دلوقتي. بس لازم اعرف حاجه، في نتيجه عمليه الاقيها في المعمل هنا وبستخدمها ان انا اكشف اثبت ان حصل له دينكريشن. ايه اللي بقى بتعمله في المعمل يثبت ان حصل له دينكريشن؟ والتو ستراندز فكوا من بعض. اسال سؤال، الفيسز باصين لبره ولا جوه؟ جوه. طب هنا لازالوا برضو من ناحيه واحده بس اصبحوا مستخبيين زي الاول ولا ظاهرين عن الاول؟ ظاهرين. اكيد ظاهرين عن الاول. ما هي ده اللي هيكشف لي الديناتوريشن بالظهر. ليه بقى؟ في خاصيه للدبل ستراند دي ان ايه هتزيد دلوقتي، اللي هي الدبل ستراند دي ان ايه يقدر يمتص كان ابزورب ضوء اسمه اشعه فوق بنفسجيه. ثانيه واحده، انا سمعت الكلام ده قبل كده في بروتين. كان في احط البروتين جوه الامينو اسيد اروماتيك. لو حطيت الامينو اسيد ان سوليوشن بيجاب لونهم ايه؟ زي الميه، ما لهمش لون. يعني عديت الضوء عليهم في الكوبايه اللي فيها الامينو اسيد، الضوء عدى بحاله الناحيه الثانيه لحد عينيا فشفتهم زي الميه. يعني لا يمتصوا الفيزابل لايت امينو اسيد، وبالتالي بروتينز برضو كانوا ابزورب فيزابل ايه؟ طيب الضوء عديت عليهم من لمبه، شفت اللمبه من الناحيه الثانيه، الضوء كله عدوا يعني نوت ابزوربت باي امينو اسيد اكسبت اروماتيك. الاروماتيك اللي لونه بنزين ليجوا على راسهم بالذات تريبتوفان كان ابزورب بس برضه مش فيزبل لايت. الترا فايلت هو برضه انفيزبل. يعني مين هيعرف ان الاروماتيك بيمتصوا الترا فايلت؟ جهاز. مش انا بقى، انا ما بصورش الترا فايلت، جهاز. الاروماتيك يمتصوا الاترا. الله ده تيني بيعمل نفس الحكايه. يمتص الالترا فايلت بس الامينوس الاروماتيك يمتص الالترا فايلت عند ويب لينكس معينه 280 نانومتر، نانومتر 10 اس 9 متر. هنا بيمتصوا اكتر عند 260 نانومتر، مش 280. طب انا اسال سؤال، ايه اللي في ديلة التوفان اللي هو بيمتص الالترا فايلت؟ هو ديلة التوفان عباره عن ايه؟ حلقه كان اسمها اندوري. مش كان حلقه تخينه فيبقى اسمه تخين تريبتوفان؟ حلقه تخينه فيها كربون قد ايه؟ نيتروجين. انا سؤالي بقى، مش كل مره هحفظ حاجه جديده، هل النيكوتايد اللي هي عاملين الدي ان ايه، هل النيكوتايد في الاستراكشر اوف النيكوتايد هل في مجموعه كيميائيه معينه حلقه وفيها كربون ونيتروجين فتمتص برضه الالترا فايلت زي التريبتوفان؟ هل في النيكوتايد استراكشر في شكل حلقي في كربون ونيتروجين فيمتص الالترا فايلت زي ما انت قايل كده زي التريبتوفان؟ اللي اسمها ايه؟ نعم؟ عايز اقول لكم مستغرب منكم، البتاع اللي كانت مره عامله كده وراكبه على الريبوز 5 فوسفين، ومره ثانيه كانت عامله كده وبرضه راكبه على الريبوز 5 فوسفين، اللي اسمها النيتروجينس بيس يا عم، الاي والجي والسي والتي، مش كده برضه؟ اتاري النيتروجينس بيس في الدي ان ايه هي المسؤوله عن خاصيه امتصاص الالترا فايلت. طب انت ما عملتش دينيتويشن، هل النيتروجينس بيس لسه مستخبيه ولا اتكشفت اكتر؟ اتكشفت اكتر. يبقى امتصاص الضوء عند 260 لما يحصل ديتريشن يقل ولا يزيد؟ يزيد.
عشان اتكشفوا اكتر. يبقى الدي ان ايه دبل ستراندد يمتص الضوء عند 260 نانومتر رقم معين. الدي ان دبل ستراندد يمتص الضوء عند 260 رقم ايه معين. بعد جراتويشن امتصاص الضوء عند 260 نفس الرقم ولا اعلى؟ كده اثبت ان حصل له جراتيو ماشي. اعرف النسبه كان شوفها ايه اكتر. اخر حاجه بقى سؤال ام سي كيو. طبعا انا قلت لو برات هيرجعوا لبعض تاني اسمها ري ناتيو ماشي. لو برات هيرجعوا لبعض تاني ليه؟ هيعملوا مع بعض هيدروجين بوند من اول وجديد. ايوه انا عايز الكلمه دي بس ده ما كانش بيمشي مع البروتين كده. دول تو ستراندز طوال كلهم كومبلمنتري لبعض. كلمه كومبلمنتري يعني ايه؟ يعملوا بعض هيدروجين بوند فممكن يرجعوا لبعض تاني بالتفريق. قلتي هل البروتين كان تو ستراندز طوال كلهم مكملين لبعض؟ لا طبعا كان متطبق بطريقه عشوائيه. فالريناتيفيشن بروتين كانت سهله ولا صعبه؟ البروتين كانت سهله ولا صعبه؟ صعبه. بياض البيض بعد ما سلق تسخين البيض عملت فيها ايه؟ تلاجة. لا عكس التسخين التبريد. بعد ما سلقت البيضه حبيت اعكس العمليه وعمل ريتريشن حطيت البيضه فين بقى؟ فريزر. ونسيتها لمده قد ايه؟ شهر. فرجعت لقيتها عملت ايه بقى؟ رجعت زي ما كانت؟ رجعت الى قبل ما كانت. الكتكوت رجع. لا هنا ممكن بقى. هنا الكتكوت بيرجع. انتوا سترانز يرجعوا عشان دي شرايط مكمله لبعض. ثانيه واحده اقول كلمه بس ام سي كيو. بيجي لي كده بيجي لي سؤال ام سي كيو مشهور يقول لي مين هيحتاج حراره اعلى عشان يحصل له جيناتيو. يديني اربع اختيارات يقول لي مين هيحتاج حراره اعلى عشان يحصل له جيناتيو. طب اختياراتهم ايه؟ الاقي كل اختيار من الاربعه تو سترانز ودي ان ايه وده 10 نيكلوتايد يساوي 10 كومبلمنتري. كل اختيار عباره عن ايه؟ تو ستراندز شريطين 10 نيكلوتايد و10 كومبلمنتري. يا ترى مين هيحتاج حراره اعلى عشان يحصل له جيناتيو؟ اختار الاختيار اللي هو مور ريتش ان اي تي ولا مور ريتش ان جي سي؟ اشمعنى جي سي؟ هيحتاج حراره اعلى. اصل لو الشريط ده جي سي جي سي فالناحيه الثانيه تبقى سي جي سي جي. الهيدروجين بوند كلها هتبقى ثلاثات. لكن لو شريط اي تي اي تي الناحيه الثانيه يبقى تي اي تي اي. الهيدروجين بوند ثلاثات ولا اثنينات بس؟ يعني عدد ايه؟ اقل. يعني مين هيحتاج حراره اعلى عشان يحصل ديتريشن اللي هو ريتش ان اي تي ولا ريتش ان جي سي؟ فكل اللي بعمله في الخيارات كده بعد كل واحد فيه كام جي سي واختار اللي له جي سي ايه؟ اعلى يبقى يحتاج حراره اعلى. وعلى فكره الحراره الاعلى ليها اكسبريشن. الحراره دي ليها اكسبريشن ميلتنج تمبشر. ده تعريف عشان يعملوا مقارنات بين الدبل ستراند ايه وبعضهم وبعض. ميلتنج تمبشر تعريفها الحراره اللي انا محتاجها تو لوز 50% اوف ذا هيليكال ستراكشر. مره ثانيه ايه تعريف الميلتنج تمبشر؟ حراره ريكوايرد عشان افقد ايه؟ افقد قد ايه؟ 50% of the helical A structure. فلو قال لي انا اختيار اعلى تي ام اختار الريشن اي تي ولا جي سي؟ جي سي. مره ثانيه هي تي ام تمبشر ريكوايرد ميلتنج باختصار كلمه ميلتنج تمبشر. ميلتنج ايه؟ تمبشر ريكوايرد تو لوز قد ايه؟ 50% of the helical structure. تي ام بتاع السيكونس ريتش جي سي اعلى من تي ام بتاع السيكونس اللي فيه اي تي عشان عارف الهيدروجين بوند هيبقى عدد ايه؟ اكتر. هيبقى عدد ايه؟ اكتر. كده وقفنا في نهايه في صفحه 9 في نهايه صفحه